اهو ابتدى يعمل ريكوردنج اهوت للجزء الثاني من المحاضره اهو، ادي شابتر 6 اللي هو هاوس هولد بيهيفير اند كونسيومر تشويس. شابتر 6 اللي هو اسمه هاوس هولد بيهيفير اند كونسيومر تشويس، اللي هو البيهيفير يعني تصرف، سلوك، سلوك الهاوس هولد، سلوك الافراد الانديفيدوالز، يا ترى الافراد بيتصرفوا ازاي، ويا ترى الكونسيومر تشويس اختيار المستهلك، اختيارات المستهلك بتبقى شكلها ازاي. طبعا احنا في الشابتر نمبر 6 هنتكلم على حاجتين احنا اول مره نتكلم عليهم، ما اتكلمناش عليهم قبل كده خالص. ايه هما الحاجتين دول؟ هنتكلم على حاجه اسمها الكونسبت اوف يوتيليتي، المصطلح اسمه اليوتيليتي، يوتيليتي يعني منفعه. وهنتكلم على حاجه اسمها انديفرنس كيرفز، هنتكلم عليها على عجاله النهارده، وهنتكلم على حاجه اسمها بادجت لاين، خط الميزانيه، ده هنتكلم عليه النهارده تحديدا. تعال نشوف مع بعض اهو. اول حاجه هنتكلم فيها في شابتر نمبر 6 هو الكونسبت اوف يوتيليتي. كونسبت يعني مفهوم او مصطلح، يوتيليتي، يوتيليتي يعني ايه؟ يعني المنفعه. يوتيليتي يعني منفعه. بص يا جماعه، وات داز ات مين يوتيليتي؟ يعني ايه منفعه؟ المنفعه دي هي المنفعه اللي انت بتحصل عليها من استهلاك اي سلعه. يعني سؤال لحضراتكم اهو، انا هجيب عليكم وانا يا سيدي انا هفتح الايه، تيرن كاميرا اون كمان. سؤال موجه لحضراتكم، هل حضرتك لما بتيجي تستهلك سلعه، انت ايه اللي بيخليك تستهلك اي سلعه في الدنيا؟ عشان بتجيب لك ايه؟ ليها فايده اكيد، ليها فايده، ليها يوتيليتي، ليها منفعه، يعني بتعمل لك حاجه اسمها، بتعمل لك حاجه اسمها ساتسفاكشن، اشباع، بتعمل لك اشباع، بتعمل لك ساتسفاكشن، هو ده اليوتيليتي. يبقى من الاخر كلمه يوتيليتي يعني ايه؟ يعني ساتسفاكشن. يوتيليتي المنفعه اللي هو مين؟ هو ساتسفاكشن، هو اشباع، ان السلعه دي بتشبع لي حاجتي، بتجيب لي منفعه منها، هي لو ما فيش منها منفعه انا مش هستهلكها. فانت اهو انت بتستهلك تفاح، اكلت التفاحه الاولى لقيت انت عمال تاكل فيها الله وبتاع، وابتدت تشر ميه وبتاع، وانا نفسي طبيعتي جوعت والله يعني، فانت وعمال تاكل تاني تفاحه، اللي يخليك تاخد قرار انك تاخد تفاحه تانيه، ان لسه التفاح فيه منفعه ليك ولا ملوش منفعه؟ لسه في بنفيت، دي في منفعه ليك، لسه في بنفيتس، لسه في يوتيليتي، لسه في ساتسفاكشن. جميل. اللي يخليك تاخد قرار انك تاكل التفاحه التالته، ان لسه في ايه؟ يوتيليتي، لسه في ساتسفاكشن. يبقى نفهم من كده ايه؟ ايه هو الكونسبت اوف يوتيليتي؟ يوتيليتي از ساتسفاكشن ريسيفد فروم كونسيومينج اني جود، ده الاشباع اللي انا بحصل عليه، اللي انا بستلمه من استهلاك اي سلعه اهو. وطبعا هنعرف انه هقفل الكام لان ملهاش لازمه اهو. الكونسبت اوف يوتيليتي، يوتيليتي از ساتسفاكشن، الاشباع ريسيفد اللي بستلمه فروم كونسيومينج اني جود، من استهلاك اي سلعه. جميل. طبعا لما بنيجي نستهلك اي سلعه هتلاقي ان اليوتيليتي اللي جايه لك من استهلاك السلع بيكون نوعين من اليوتيليتي، نوعين من الساتسفاكشن. عندنا كم نوع من اليوتيليتي يا شباب؟ كم نوع من الاشباع؟ كم نوع من اتنين، نوعين. في حاجه اسمها مارجنال يوتيليتي. يعني ايه مارجنال يوتيليتي؟ بنرمز له بالرمز الاول ام، مارجنال يو يوتيليتي، يعني يعني منفعه حديه. كلمه مارجنال يعني حدي، يوتيليتي يعني منفعه. فمارجنال يوتيليتي، يا ريت تكتب المصطلح ده عندك في الكراسه بتاعتك، يا ريت، لان احنا لو في السبوره كنت اقول لك اكتب معايا، فانا عايزك تكتب كده ايه، اكتب مارجنال يوتيليتي اللي هو ام يو، ده اللي هو بنسميه ايه، منفعه حديه، منفعه حديه. وكلمه حديه عارفين يعني ايه حديه؟ يعني ليها حدود او هتخلص او ليها نهايه. لا، يعني كلمه حديه يعني اخير، اضافيه. المنفعة الإضافية اللي جات لي من استهلاك وحدة زيادة، المنفعة الإضافية اللي بتجيلي من استهلاك وحدة زيادة أهو. بيقول لك مارجنال يوتيليتي، المنفعة الحدية أو منفعة، منفعة الوحدة الأخيرة أهو، إز أديشنال ساتسفاكشن، يعني إيه؟ ده الإشباع الإضافي ريسيفد فروم، اللي بيجيلي منين؟ from consuming one more unit of a good, additional unit of a good. يعني المنفعة اللي بتجيلي من استهلاك وحدة إضافية من السلعة. إزاي؟ يعني أنا أول تفاحة أكلتها مثلا، التفاحة الأولى لما أكلتها جابت لي منفعة قستها طلعت مثلا سي بتسعة. جميل. الـ marginal utility بتاعتها
جابت لي منفعه لوحدها، منفعتها لوحدها بكام؟ ب9. الوحده الثانيه لما استهلكت الوحده الثانيه جابت لي منفعه اضافيه ب4 اهو. يبقى المنفعه اللي جات لي من الوحده الثانيه بكام؟ ها؟ بكام؟ من الدفعه الثانيه بكام؟ يبقى دي اسمها المارجنال يوتيليتي، الاشباع الاضافي، المنفعه الاضافيه اللي بتجي لي منين؟ received from consuming one more unit of a good. جميل. لو انا استهلكت تفاحه ثالثه، استهلكت التفاحه ثالثه فراح جابت لي مارجنال يوتيليتي مقدارها مثلا سي 3. حلو كده. يبقى يا جماعه اول وحده كانت منفعتها كام؟ اليوتيليتي بتاعتها المارجنال يوتيليتي بكام؟ قلنا ها قلت لك كام؟ اهو انا بظلل لك عليها كام؟ 9. وتاني واحده جبت لك كام؟ جابت لك مارجنال يوتيليتي بكام؟ 4. وتالت واحده لوحدها منفعتها لوحدها المارجنال يوتيليتي بتاعتها بكام؟ 3. جميل. بص يا جماعه بقى، لو جمعنا المارجنال يوتيليتي بتاعت الوحده الاولى والثانيه والثالثه يطلع لك حاجه اسمها التوتال يوتيليتي. بص يا جماعه، لو جمعت ال بص منفعه الوحده الاولى لوحدها ب9 والثانيه بكام؟ ب4 والثالثه بكام؟ ب3. مجموعهم مع بعض يطلعوا كام يا جماعه؟ 9 بلس 4 بلس 3 ايكوال 16. ال 16 ده يا جماعه بنسميه التوتال يوتيليتي، هو ده النوع الثاني من اليوتيليتي اهو. التوتال يوتيليتي بنسميه نربط له برمز اسمه تي يو. توتال يوتيليتي اللي هو بنسميه المنفعه الكليه. فكلمه توتال يوتيليتي يعني ايه؟ يعني منفعه كليه. المنفعه الكليه ايه؟ از ذا توتال اماونت اوف ساتسفاكشن. ده المبلغ الكلي بتاع الاشباع، الاشباع الكلي اللي جاي لي منين؟ received from consuming a given amount of a good. الاشباع اللي جاي لي، الاشباع الكلي اللي جاي لي من استهلاك عدد معين من وحدات السلعه. انا لما استهلكت الثلاث وحدات مع بعض جمع اليوتيليتي بتاعتهم مع بعض يطلع لك التوتال يوتيليتي بتاعتهم قلنا بكام؟ ب16. جميل يا شباب. يبقى اذا اليوتيليتي هي مين؟ هي نفسها مين اليوتيليتي؟ المنفعه نفسها مين؟ ها اليوتيليتي اللي هو مين؟ الاشباع. ساتسفاكشن. يبقى اليوتيليتي اللي هي مين؟ الاشباع. اشباع. يوتيليتي يعني منفعه وساتسفاكشن يعني اشباع، الاثنين حاجه واحده. اليوتيليتي از ذا ساتسفاكشن ريسيفد فروم كونسيومينج اني جود، الاشباع اللي جالك من استهلاك اي سلعه. والاشباع او اليوتيليتي او المنفعه بتنقسم لكم نوع من المنفعه؟ عندنا كم نوع من المنفعه؟ اثنين. حاجه اسمها ايه وحاجه اسمها ايه؟ مارجنال يوتيليتي وتوتال يوتيليتي. توتال يوتيليتي. مارجنال يوتيليتي اللي هو المنفعه بتاعت الوحده لوحدها، المنفعه بتاعت الوحده الاضافيه لوحدها. كل ما اضيف وحده منفعتها يا ترى بكام؟ التوتال يوتيليتي عباره عن المنافع الكليه لكل الوحدات اللي انا استهلكتها مع بعض. طبعا عشان نفهم الفرق بينهم، طبعا مش هتفهموا قوي بالكلام لكن هتفهموا بالامثله. تعال نشوف مع بعض مثال على الكلام ده. اهو ادي مثال اكزامبل. ادي مثال على الكلام ده. اعطيك جدول اهو بيقول لك given the following table. لو توفر لديك الفولوينج تيبل اللي هو التيبل ده، مش مالكش دعوه بالانسر، التيبل ده showing the total utility received from consuming good x، اللي جاي لك اللي بيوضح لك التوتال يوتيليتي اللي هو التي يو. التي يو اللي هو المنفعه الكليه، توتال كلي، يو يوتيليتي المنفعه الكليه اللي جاي لك من استهلاك سلعه اسمها اكس. كالكوليت ايه؟ بص يقول لك كالكوليت مين؟ احسب مين؟ ها احسب مين؟ مارجنال يوتيليتي. ان شو جرافيكلي، وريني بالرسم بوست توتال يوتيليتي ام مارجنال. وريني بالرسم شكل التوتال يوتيليتي ومارجنال يوتيليتي شكلهم ازاي. بص يا جماعه احنا هنعمل ايه؟ كل اللي عليا ان انا لما اجي في الانسر هو اعطيني التوتال يوتيليتي قال لي احسب لي المارجنال يوتيليتي. فانا هعمل نفس الجدول، بس بدل ما الجدول بالمنظر ده هو شكله جدول افقي خليه جدول راسي. اهو اليونتس 1 2 3 4 5 6 7 اهو. اليونتس الكوانتيتي كانت واحد هحط له 2 3 4 5 6 7 هحطه بالطول. جميل. العمود الثاني هحط التوتال يوتيليتي اللي هو عطوه لي في التمرين ده جيفن، ده معطى اصلا. اعطيني لما كنا بنستهلك وحده التوتال يوتيليتي بكام يا شباب؟ 10 صح. الثانيه بكام؟ 18. الثالثه بكام؟ 24. 30 28. بص يا جماعه انا رصيت اهو كل يونت، كل كوانتيتي قدامها التوتال يوتيليتي اللي عطالي في الجدول اللي فوق، بس الجدول اللي فوق بدل ما هو جدول افقي خليته جدول راسي. طالب مني احسب، قال لك احسب مين؟ المارجنال يوتيليتي. ده نحسبه ازاي بقى؟ بص يا جماعه، اول وحده، هو انا لما كنت عند واحد بستهلك كام وحده؟ 10. يلا 10. يلا ده انا بتكلم يونتس كوانتيتي، ده التفاح ده اهو انا هكتب لك جنبه ده عدد، ده العدد
تمام. هنا بستهلك كم تفاحة؟ واحدة. واحدة. جميل. بجيب لك إشباع شبعتك بكام؟ بعشرة. بعشرة. فيا جماعة عند أول واحدة المارجنال يوتيليتي هي نفسها التوتال يوتيليتي. يبقى أنا هنا المارجنال يوتيليتي بتاعت أول واحدة بكام؟ بعشرة. فيش اختلاف. جميل. يبقى ده هنحطها زي ما هي عشرة ده عشرة. ده ما فيهوش أي اختلاف. تاني واحدة، الواحدة التانية لما استهلكت تفاحتين، يعني بعد ما أكل تفاحة عاد أكلت تفاحتين، التفاحتين مع بعض التوتال يوتيليتي 18. سؤال بقى، ثانية واحدة مش هنقسم، هنعمل إيه؟ يبقى أنا عايز أجيب منفعة الوحدة التانية لوحدها. المارجنال يوتيليتي يعني إيه؟ المنفعة اللي جالك من التفاحة التانية لوحدها. 18 بالظبط. بص يا جماعة، ال 18 دول بتوع التفاحتين. التفاحه يعني 18، التفاحه الاولى والتفاحه الثانيه، مش تفاحتين تانيين. بالظبط كده. يبقى انا ايه؟ يبقى انا كاني اعمل ايه؟ اقوم جايب منفعه التفاحتين ككل 18 ناقص منفعه التفاحه الاولى لوحدها بكام؟ ب 10. 18 10 يطلع لك كام؟ 8. نحطها هنا يا جماعه. يبقى الفرق ده ما بينهم، الفرق ده هنحطه هنا، نحطه بكام؟ نحطه ب 8. جميل. طيب يبقى ده تاني واحده اللي وراها. لما استهلكت 3 تفاحات، انا اتفصت اكلت تفاحه اكتر من اللازم، منفعه الثلاث تفاحات اللي اكلتهم الاولى مع الثانيه مع الثالثه شبعوني كلهم بكام؟ يبقى انا 24 من 18 بقى. بالظبط كده. يبقى 24 منفعه الثلاث تفاحات ناقص منفعه التفاحتين اللي فاتوا، يبقى الثالثه لوحدها بكام الفرق بينهم؟ 6. بالظبط. يبقى 24 ناقص 18 يطلع لك كام؟ يطلع لك 6. يبقى ده هنا احط له 6. شغال؟ اتفصت اكثر ولقيت لسه بطني شغاله واسناني بتكتك وعايزه تاكل، اكلت تفاحه رابعه، لقيت ان التوتال يوتيليتي منفعه الاربع تفاحات مع بعضهم كام؟ 28. يبقى مقارنه بالثلاث تفاحات اللي فاتوا، ها الزياده التفاحه الزياده شبعتني بكام؟ باربعه. بالظبط. يبقى له 28 ناقص 4 يطلع لي 4 اهو. يبقى احط هنا 4. يبقى ده المارجنال يوتيليتي. يبقى الاربعه دي كانها الاشباع الاضافي اللي جالي من اضافه تفاحه اخيره، التفاحه الرابعه. عشان كده قلت لك اسمها مارجنال، حدي اخير اضافي. جميل. اكلت 5 تفاحات، الخمسه كلهم مع بعض منفعتهم توتال يوتيليتي 30. يبقى الخمسه لوحدها منفعتها بكام؟ 2. بالظبط. 30 ناقص 28 ب 2 اللي وراه. 30 ناقص 30 صفر. بص اتحولت، بصوا ابتدت بطنك توجعك. 28 ناقص 30 تطلع كام؟ ماينس 2. نيجاتيف 2. نقلوك بقى المستشفى، عندك مغص لا قدر الله، هيشيلوا ازاي ده وخلافه. ابتدت المنفعه تتحول من منفعه من بوزيتيف لزيرو، بقت بالعكس، بقت حاجه بتؤلمك، حاجه بتضرك اكتر ما بتفيدك. جميل. ادي يا جماعه اهو. طبعا انت لو عكسنا، لو كان عطيك المارجنال يوتيليتي وما كانش عطيك التوتال يوتيليتي، تعمل ايه حضرتك؟ انت بتجمع. يبقى الاولى لوحدها كانت 10، يبقى هنا نحط كام؟ ها 10. لو انت استهلكت 2، الاولى لوحدها منفعتها 10 والثانيه لوحدها منفعتها 8، يبقى 8 و10 كام؟ 18. يبقى نحط هنا 18. يبقى عرفنا يا جماعه العلاقه بين المارجنال يوتيليتي والتوتال يوتيليتي. ها تمام. اوكي. لو جيت قلت لك مثلا هم 6 وحدات هنا، دول 6 اعطيك، ده 10 8 6 4 2 0. بجمعهم كلهم. نجمعهم كلهم. 10 زائد 8 زائد 6 زائد 4 زائد 2 زائد 0 يطلع لك 30، يطلع لك الرقم ده. بالظبط. العمليه بالظبط، العمليه سهله جدا جدا جدا، ما فيهاش اي مشكله خالص. تمام. الرسم هو ده اللي يهمنا. بيقول لك and show graphically post total utility and marginal utility. ورينا بالرسم المارجنال يوتيليتي والتوتال يوتيليتي شكلهم ايه بقى. بص يا جماعه، انت عشان ترسم صح لازم تفهم الجدول اللي موجود في الانسر ده صح. بص يا جماعه، بصوا كده في المارجنال، في الـ في الـ في الـ في التوتال يوتيليتي. بصوا يا جماعه، التوتال يوتيليتي كانت كام الاول؟ اول واحده عند لما كانت واحد بكام؟ 10. بعدين بقت كام؟ 18. يعني حصل ايه؟ زادت ولا قلت؟ من 10 ل 18 زادت. بعدين بقت 24، زادت ولا قلت؟ زادت. بعدين بقت 28، زادت ولا قلت؟ زادت. بعدين بقت 30، زادت ولا قلت؟ زادت. يعني معنى نفهم من كده ان التوتال يوتيليتي بيحصل لها ايه؟ بتتزايد ولا بتتناقص؟ بتزيد. بالظبط، بتزيد. يبقى معنى كده نفهم من كده ايه؟ ان التوتال يوتيليتي از انكريزنج. بس سؤال،
هل هي بتزيد بمعدل ثابت ولا معدل متناقص ولا معدل متزايد؟ بصوا يا جماعه، من 10 ل 8 الفرق من 10 ل 8 كان كام؟ 8 بالظبط. يعني اول نقطتين من 10 ل 8 فرق 8. من 24 ل 18 فرق من 24 ل 18 كان كام؟ 6. الله، يعني هي من 8 ل 6 يعني اهو هي بتزيد من 10 ل 18 ل 24. طب من 28 ل 24 فرق بينهم كام؟ 4. يبقى انا فاهم كده ايه؟ total utility is increasing، بتزيد بس معدل قليل متناقص. بالظبط، يعني smaller and smaller quantity، smaller and smaller amount. يبقى نفهم كده ايه؟ total utility is increasing by increasing rate ولا decreasing rate؟ decreasing rate. decreasing rate. انا عايزك تكتب الملحوظه دي عندك على جنب عشان هنحتاجها دلوقتي. اكتب كده ملحوظه هامه جدا بغباء خالص قوي. اكتب الملحوظه دي، اكتب كده ايه؟ اكتب total utility، اكتب الملحوظه دي total utility. total utility is increasing. تمام. is increasing is increasing by decreasing rate. by decreasing rate. decreasing ايه؟ rate. rate اهو انا حتى بكتب لك كلمه rate اهو. rate يعني معدل متناقص. تمام. ريت معدل اهو. ريت يعني معدل. يعني ايه معنى الكلام ده؟ يعني التوتال يوتيليتي المنفعه الكليه بتزيد بمعدل، معدل ماله يا شباب؟ معدل متناقص. متناقص بالظبط اهو، من 8 ل 6 ل 4 ل 2 وهكذا. جميل، حلو جدا. طب بصوا يا شباب، لاحظوا ان التوتال يوتيليتي كانت 10 18 24. ايه اكبر قيمه فيهم كام يا جماعه؟ اكبر فيهم كام في التوتال يوتيليتي؟ 30. 30. يعني بصوا وصلت للماكسيمم، صح كده؟ مش كده؟ وبعدين ابتدى يحصل لها ايه؟ بعدين ابتدى من 30 تحصل لها ايه تاني؟ تقل. بدا يبص، هي كانت 10 18 24 فضلت تزيد 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 لغايه ما وصلت للماكسيمم. بعدين حصل لها ايه؟ بعدين حصل لها ديكريزنج، ابتدت تتناقص. جميل. طب تعالى نشوف اختها المارجنال يوتيليتي. بصوا يا جماعه، المارجنال يوتيليتي اول حاجه كانت بكام؟ 10. بعدين 8 ثم 6 ثم 4 ثم 2 ثم 0 ثم نيجاتيف 2. معنى كده ان عملت صلاه ايه؟ بتزيد ولا بتتناقص؟ بتتناقص. بتتناقص. اه بصوا يا جماعه، معدل ثابت. بصوا يا جماعه، قاعده عامه، المارجنال يوتيليتي ديمينيشنج. ديمينيشنج يعني ايه؟ ديكريزنج، بتتناقص. دايما المنفعه الحديه بتتناقص. دايما على فكره استهلاكك من اي وحده اضافيه من اي سلعه في الكون، منفعتك الحديه منها بيحصل لها ايه؟ بتتناقص. ده سنه الحياه، وهقول لك ليه كمان شويه. بصوا يا جماعه، كانت 10 8 6 4 2 0 نيجاتيف 2. يبقى انا عايزك تكتب كده على جنب، جنب النوت اللي انت كتبتها او تحتها، اكتب 2. اكتب كده ايه؟ مارجنال يوتيليتي. مارجنال يوتيليتي. مارجنال يوتيليتي از ديكريزنج. ديكريزنج او ديمينيشنج، عشان احنا هنعرف ان في قانون اسمه قانون تناقص المنفعه الحديه. مارجنال يوتيليتي ديمينيشنج لو اسمه مارجنال يوتيليتي از ديكريزنج، بتتناقص، او از ديمينيشنج. از ديكريزنج او از ديمينيشنج. السؤال الاهم، بصوا يا جماعه لاحظتوا حاجه غريبه؟ بصوا، في الوقت اللي التوتال يوتيليتي عماله تزيد من 10 ل 18 ل 24 ل 28 30، لما وصلت لل 30 عند الماكسيمم، المارجنال يوتيليتي وصلت لكام؟ زيرو. يبقى وين توتال يوتيليتي ريتش تو ماكسيمم، مارجنال يوتيليتي ريتش تو زيرو. الزيرو القيمه زيرو. بالظبط كده. ولاحظوا لما التوتال يوتيليتي 10 18 24 30 بقت 28، من 30 ل 28 ابتدى يحصل لها ايه؟ تتناقص، صح؟ المارجنال يوتيليتي تحولت قيمتها من زيرو وتحولت لقيمه ايه؟ نيجاتيف. نيجاتيف. تعالى بقى نطبق الكلام ده على الرسم اهو. انا عايزك بقى الكلام اللي احنا قايلينه ده من شويه نرسمه اهو. بصوا يا جماعه، انا ممكن اترجم لك الكلام اللي فات ده ازاي بقى بالجراف. نرسم، عايزين نرسم المارجنال يوتيليتي كيرف والتوتال يوتيليتي كيرف. ويا نصيحه ليك، ترسم معايا كده. هو هقول لك ما بينهمش ريليشن بوزيتيف او نيجاتيف، صح؟ انا هقول لك دلوقتي، اتقل بس. معاك كراسه؟ تمام. معاك كراسه؟ يا ريت. تمام. اكتب، ارسم معايا اللي انا هعمله ده. هنعمل ايه يا جماعه؟ هنعمل رسمتين ويعملهم في صفحه لوحدها. هنعمل رسمتين فوق بعض، محورين زي ما اتعودت، واحد افقي اهو واحد راسي،
وتحتيه رسمة تانية واحد أفقي وواحد رأسي، لأن الرسمتين مرتبطين ببعض أهو. وفوق هنحط فوق على المحور الرأسي بتاع الرسمة اللي فوق total utility TU، هنكتب TU total utility. وتحت هنحط اليونتس، اليونتس اللي هي الوحدات اللي هو 1 2 3 4 5 6 7 8 اللي هم موجودين ده، هنكتب تحت اليونتس الوحدات الكمية. جميل. وبرضو تحت في الرسمة اللي تحت هنكتب ايه؟ هنكتب تحت marginal utility. marginal utility هنرسمها في رسمة لوحدها، وتحت هنحط على المحور الأفقي بتاعها units. بالظبط، هنحط units برضو. جميل. لما تيجي ترسم دوت تعمل ايه بقى؟ انا عايزك تترجم الكلام اللي في الجدول. في الجدول اللي فات لو تفتكروا كان اول رقم كام؟ 10 ثم 18 ثم 24 ثم 28 ثم 30. يعني كان عمال يحصل ايه؟ تتزايد ولا تتناقص؟ ها؟ تتزايد. فانا عايزك تعمل ايه بقى؟ بص، هتقوم حاطط نقطه من هنا، مش هتبتدي من نقطه الصفر لانها ما ابتدتش من صفر، ابتديت من 10. فانا عايزك بص هتعمل نقطه اهي، تعمل ايه؟ بصوا هتعمل كيرف عمال يتزايد. بصوا كيرف يتزايد 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 اهو، بصوا يتزايد لغايه ما توصل ريتش تو ماكسيمم، وصلت لاقصاها اللي هي عند ال 30. بعد كده ابتدت يحصل لها ايه؟ من 30 نزل الثاني لكام؟ فاكرين؟ 28. ده توتال يوتيليتي. كانت بصوا كانت الاول كام؟ كانت 10 18 24 28 30 30، وبعدين ابتدت يحصل لها ايه؟ تتناقص، ابتدى يحصل لها ديكريزنج اهو. فانا عايزك تعمل لها كده بالمنظر ده اهو. ده هنسميه ايه؟ ده اللي هو بنسميه توتال يوتيليتي كيرف. هنكتب على ده اسمه ايه؟ توتال يوتيليتي كيرف، منحنى المنفعه الكليه. توتال يوتيليتي كيرف، منفعه الكليه، منحنى المنفعه الكليه. جميل. كانه شبه النقوص يا شباب، لو انتوا عارفين شكل النقوص. اوكي. طبعا خلي بالنا هنا فوق التوتال يوتيليتي عند ايه؟ عند ادنى قيمه ليها ولا اقصى قيمه ليها؟ لا، ماكسيمم، اعلى ماكسيمم. فانا عايزك تيجي عند النقطه دي تكتب جنبها كده ايه؟ هتكتب كده جنبها ايه؟ ماكس او ماكسيمم توتال يوتيليتي. تمام. تعمل كده ايه؟ ماكسيمم تي يو، ماكس تي يو يعني ماكسيمم توتال يوتيليتي، التوتال يوتيليتي عند اقصى قيمه ليها. جميل. وتعمل ايه؟ وتقوم عامل تحت، هنرسم بقى شكل مارجنال يوتيليتي، بس نربط الاثنين مع بعض. نربطهم مع بعض ازاي؟ اهو انا عايزك تبص كده يا جماعه، ارجع للجدول اللي فات اللي احنا كنا عاملينه خط اليد. المارجنال يوتيليتي العمود الاخير ده بصوا كانت كام الاول؟ ها قولوا انتوا. كانت 10 8 6 4 2 0 ديكريزنج من 10 ل 8. يبقى هي كانت قمه اكبر قيمه ليها 10، ابتدت من اكبر قيمه ليها، بعدين ابتدت تتناقص. وصلت لزيرو امتى؟ لما التوتال يوتيليتي كانت عند كام؟ عند 30. 30 اللي هو الماكسيمم، مش كده؟ صح كده؟ تمام. يبقى انا عايزك تعمل ايه؟ لما تيجي تربط الرسمتين مع بعض هتعمل التالي. بصوا يا جماعه قبل ما ترسم، شايف الحته بتاعت الماكسيمم توتال يوتيليتي اللي فوق؟ عايزك تعمل بالمسطره بتاعتك خط كده، بالمسطره بتاعتك نازل 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 كده، كانك بتعمل ايه؟ اعمل بالمسطره بتاعتك خط مستقيم مخطط متخطط 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 لغايه تحت اهو. تمام. وتقف عند النقطه دي. انا كده وصلت عند مين؟ عند الزيرو، صح؟ مش ده اللي هو المحور ده، انا كده قدام الزيرو بالنسبه للمارجنال يوتيليتي. وتعمل ايه؟ تبتدي من فوق. بص يا جماعه اهو، بصوا بقى انا ابتديت المارجنال يوتيليتي ازاي، هعمله حتى بلون مختلف اهو، نعمله باللون الازرق. بصوا يا جماعه شبه الريكتال في الهايبربولا. بص كده، بص يا جماعه، لا هتعملوا ايه؟ خط مستقيم. بصوا يا جماعه كان ابتدى من 10 8 6 خط مستقيم 0، وبعدين في الاخر خالص وصل لنيجاتيف 2. بصوا كان قيمه كبيره 10 8 6 4 2 0. وصل للزيرو امتى؟ لما كانت التوتال يوتيليتي فوق كانت عند الايه؟ 30. عند 30 عند الماكسيمم بالظبط. ولاحظوا لما ابتدت التوتال يوتيليتي في الجدول تنزل من 30 ل 28 تبتدي تتناقص فوق، ابتدت المارجنال يوتيليتي تحت تتحول لقيمه ايه؟ قيمه ايه؟ نيجاتيف. نيجاتيف بالظبط اهو، لان ابتدينا ننزل تحت الصفر كمان. يبقى انا عايزك تيجي على الرسمه بتاعه ده، هتكتب كده ايه؟ هتكتب عليها كده diminishing marginal utility. هنكتب كده عليها اهو diminishing، ادي دي بس دي معوقه شويه، هنكتب كده ايه؟ diminishing M I S H
diminishing diminishing marginal utility. المنفعة الحدية هو diminishing MU. MU المنفعة الحدية عمال يحصل فيها decreasing diminishing تتناقص. تمام. تمام. ده في الجزء الأول بيحصل فيها diminishing. عند النقطة دي ها هنا هنعمل سهم المارجنال يوتيليتي هنا بتساوي ايه؟ مينيمم بتساوي زيرو. زيرو بتساوي زيرو. بيبقى هنا تكتب كده ايه؟ MU equal زيرو. هنعمل سهم عند النقطة دي ونكتب كده جنبها MU equal زيرو. هنا تحت ها لما جنب السالب هنكتب كده MU مالها؟ نيجاتيف 2 ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف. نيجاتيف هتقول ايه MU؟ MU is negative. MU negative. MU تحولت لقيمة نيجاتيف. طبعا لما نيجي نعلق على الرسمة دي حتى عليها هيكون منطقي جدا. مشتق منين؟ مشتق من الرسمة نيجاتيف. الساين بتاعتها نيجاتيف. بصوا يا جماعة. الساين والتاني كيرف. بصوا يا جماعة تعالى نشوف مع بعض. بصوا يا جماعة في الجزء ده في الجزء الأولاني ده ما ترسمش معايا حاجة. لاحظوا هنا إن المارج في التوتال يوتيليتي في الجزء ده عمال يحصل لها إيه؟ بتتزاد ولا بتتناقص؟ بتزيد. بتزيد. في الجزء في نفس الجزء تحت المارجنال يوتيليتي بيحصل لها إيه؟ ها؟ بتقل بالظبط. يبقى اول نتيجه نعملها كده ايه اهو واحد increasing total utility في الرسمه اللي تحت يبقى نكتب هنا نكتب ايه marginal utility is لما total utility فوق عمال تزيد كده marginal utility is decreasing بالظبط. يبقى نقول هنا ايه يبقى increasing total utility معناها diminishing marginal utility او decreasing marginal utility diminishing marginal utility انه diminishing marginal utility ان المارجنال بتاعه عماله تتناقص. طب جميل. طب لما تكون رقم 2 maximum total utility فوق لما تكون total utility فوق maximum تحت المارجنال utility equal زيرو. زيرو. يبقى نقول ماكسيمم توتال يوتيليتي في الرسمه اللي فوق تحت ما نقول ايه زيرو مينيمم. زيرو هنقوله زيرو زيرو ام يو زيرو مارجنال يوتيليتي. تمام جميل. طب رقم 3 لما نيجي في الجزء الثالث كان الرسمه دي مقسمينها ثلاث حتت في الجزء الثالث الجزء ده المنطقه دي التوتال يوتيليتي هنا في الجزء ده عمال يحصل لها ايه ها بيقل والمارجنال بتبتدي هنا تتحول هي بتقل برضه بس تتحول لقيمه ايه؟ نيجاتيف بالظبط. يبقى نكتب كده ايه رقم 3 اهو رقم 3 ديكريزنج توتال يوتيليتي لما التوتال يوتيليتي في المنطقه الثالثه عمال يحصل فيها ديكريزنج هنلاقي في المقابل اختها المارجنال يوتيليتي مالها نيجاتيف او نقول له هنا ايه نيجاتيف مارجنال يوتيليتي نيجاتيف مارجنال يوتيليتي. ادي ثلاث تعليقات خدناها من الرسمه اللي فوق من الرسمتين اللي فوق نيجاتيف marginal utility. كأنك قسمنا الرسمة اللي فوق لكم منطقة شباب ها ثلاثة يا جماعة لما تكون total utility marginal utility بتزيد تحت في الرسمة اللي تحت marginal utility بيحصل لها ايه بتقل بالظبط. لما تكون marginal utility في الرسمة اللي فوق وصلت للماكسيمم marginal utility في الرسمة اللي تحت بتوصل لإيه زيرو بالظبط. لما تكون total utility في الرسمة اللي فوق decreasing المارجنال يوتيليتي في الرسمه اللي تحت بتكون نيجاتيف بالظبط كده. ايه دي يا جماعه العلاقه بين المارجنال يوتيليتي والتوتال يوتيليتي والرسم بتاعنا. طبعا احنا اتفقنا انت كتبت معايا ان التوتال يوتيليتي من الجدول از انكريزنج ولا ديكريزنج كتبت ايه ملحوظه از التوتال يوتيليتي انكريزنج باي ايه باي ديكريزنج ريت ديكريزنج ريت بالظبط بمعدل متناقص اهو. بص يا جماعه اهو الكلمتين اللي انت كتبتهم اهو total utility is increasing total utility بتتزايد اللي هي كانت الاول كانت 10 بعدين بقت 18 بعدين بقت 6 بقت 24 بعد كده بقت 28 بعد كده بقت 30. بس لاحظوا ان القيمه اللي بتتزايد دي عماله يحصل لها ايه من 10 ل 18 كانت الاول الفرق 8 بعد كده الفرق بقى 6 بعد كده الفرق بقى 4 بعد كده الفرق بقى 2 بعد كده الفرق بقى 0. يعني الفرق عمال كل ما ده يحصل له ايه يحصل له decreasing rate. عشان كده بقول لك total utility is increasing but it is increases بتزيد at بمعدل at decreasing rate يعني by smaller and smaller amount for each additional unit انه بكميات متناقصه عماله تتناقص من 8 ل 6 من 6 ل 4 من 4 ل 2 من 2 ل 0 وهكذا. جميل. طب
المارجنال يوتيليتي كان لاحظوا انه كان شكله ايه؟ شكله ابورد ولا داونورد في الرسمه اللي رسمناها تحت؟ كان شكله عامل ازاي؟ مش كان شكله كده؟ صح. يبقى كان شكله ايه؟ داونورد، صح كده؟ داونورد، نازل لتحت، نازل لتحت. ليه؟ لان يا جماعه على فكره في الواقع العملي، في الواقع العملي في الحياه العمليه، انا هفتح لك الكاميرا اهو حضرتك، كل ما تستهلك وحده اضافيه من سلعه المنفعه الحديه بتاعتها بتتناقص. ازاي يا جماعه؟ فاكرين في رمضان اللي فات واللي قبله واللي قبله، انت بتبقى قاعد وانت بتفطر حاطط جنبك شفشق ميه، شفشق قمر الدين، شفشق تمر هندي، شفشق صوبيا، وبتبقى قاعد تقول ايه؟ يا رب يا رب الاذان ياذن، بالذات اول يوم في رمضان، مش كده؟ بتبقى انت هتجنن. هو الشيخ اتاخر ليه كده؟ اول كوبايه ميه بتشربها منفعتها الحديه المارجنال يوتيليتي بتاعتها عاليه ولا منخفضه؟ عاليه عالية جدا، دي بص بتكون اعلى قيمة ليها فوق. تاني كوباية مية لو انت بتفص شوية ليها منفعة ولا ملهاش؟ ليها منفعة، عشان كده انت شربت، انت لسه عطشان ليها بس بتبقى اقل شوية. يبقى بص يا جماعة، قانون ده اسمه سميه قانون تناقص المنفعة الحدية. تالت كوباية لو انت بتفصت وشربت كوباية كركديه او قمر الدين، تبتدي بطنك يحصل لها ايه؟ توجعك شوية، توجعك شوية. لو اتفق يبص، يبتدي منفعتك هنا ابتدت توصل للصفر. لو اتفصت اكتر تبتدي يحصل لك ايه؟ الحقوني. في ناس، انا اعرف ناس حصل لها كده في رمضان على المغرب، الحقوني، ان يقولوا لي اقرب مستشفى، ادواتي مش عارف شكلها عامله ازاي، وتبتدي تنزل الصيدليه تروح تجيب دواء للمغص، تجيب دواء مش عارف الكذا وبتاع. اهو يا جماعه بصوا، قانون تناقص اسمه قانون تناقص المارجنال يوتيليتي، قانون تناقص المنفعه الحديه. المنفعه الحديه بتاعت اي سلعه بتبتدي تبقى عاليه جدا، بعدين تبتدي يحصل لها ايه؟ تتناقص تتناقص لغايه ما توصل للزيرو، وبعدين تتحول في الاخر لقيمه نيجاتيف. اهو ادي يا جماعه، ادي انه the marginal utility is downward because of the fact، نتيجه لان في حقيقه مؤكده، that consumption of additional units، استهلاك وحدات اضافيه، gives بيديك less satisfaction، بيديك اشباع اقل، بيديك منفعه اقل. اهو عشان كده في قانون اسمه law of diminishing marginal utility، قانون تناقص المنفعه الحديه، ده سنه الحياه. the more of any good is consumed، كلما استهلكت وحدات اكتر من السلعه، ذا ليس ذا يوتيليتي اوبتيند، كلما تناقصت المنفعه اللي انت بتحصل عليها فروم كونسيومينج ايتش اديشنال يونت فروم ذيس جود، كلما تتناقص المنفعه اللي انت بتحصل عليها. على فكره ده موجود، على فكره حتى اقول لحضرتك على ايه، مثلا نقوله مثلا حتى اللي بيلعب، مين فيكم بيحب يلعب البلاي ستيشن؟ مين فيكم بيلعب بلاي ستيشن يا شباب؟ كلكم بتلعبوا بلاي ستيشن. اعتقد ان انت لما بتيجي تلعب ماتش جيم بلاي ستيشن، اول جيم بتستهلكه بيكون ده اعلى جيم انت مستمتع بيه، تاني جيم بيبتدي منفعتك يحصل لها يتقل، تحس انك بتضيع وقت وخلاص، تالت جيم المنفعه اقل، رابع جيم المنفعه اقل، ربما لو سقط فيها شويه ده يجي على حساب المذاكره، تلاقي نفسك الامتحان جه وانت قاعد قدام البلاي ستيشن يعني. فتلاقي نفسك ان انت ايه، اهو ده المنفعه بتبتدي تتناقص. اللي حتى بيتفرج على ماتشات الاهلي والزمالك ومتعود ان الاهلي بيغلب الزمالك على طول، الاهلاوي اول ماتش في السيزون الاهلي غلب فيه الزمالك، ده يبقى النشوه بتاعته عاليه، تاني ماتش يقول لك ما احنا متعودين خلاص، يعني دي مش اعتذار للزملكاويه طبعا، ما تزعلوش مني يعني. تالت ماتش المنفعه بتقل 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 وهكذا، دي سنه الحياه على فكره. افتكر نفس الكلام في رمضان، اول كوبايه ميه منفعتها عاليه جدا، تاني كوبايه ميه منفعتها اقل، تالت كوبايه ميه منفعتها بتوصل للزيرو، زودت اكتر بتتحول لقيمه سالبه. تمام، عشان كده ده اسمه قانون تناقص المنفعه الحديه. طيب تعالى بقى نختم مع بعض بالموضوع بتاع محاضره النهارده اللي هو indifference curve theory. indifference curve theory اهو هنقفل ده. indifference curve theory، indifference curve، وده وخلي بالك من المسمى ده عشان ده احنا هناخده المره الجايه، يعني هناخد جزء من الثيوري، من النظريه، ثيوري يعني نظريه، اللي هي بنسميها نظريه منحنيات السواء. indifference، كلمه indifference يعني سواء، سيان، curve يعني منحنيات، ثيوري نظريه، فدي اسمها نظريه منحنيات السواء. نظريه منحنيات ايه يا جماعه؟ سواء، السواء يعني سواء سيان، السواء. النظريه يا جماعه هي اللي حطها في الاقتصاد، حطها عشان يحاول نحاول من خلالها نجاوب على سؤال محدد. ايه هو السؤال ده؟
هو ازاي كل واحد فينا كمستهلكين، انا كمستهلك، how can I maximize my utility، how can I maximize my satisfaction، ازاي ممكن اعظم الاشباع بتاعي، ازاي ممكن اعظم المنفعه بتاعتي given my income، بافتراض الدخل بتاعي and the prices of the goods، بافتراض الدخل بتاعي واسعار السلع اللي موجوده في السوق. هو ده النظريه اللي اسمها indifference curve theory. اهو indifference curve theory بتسعى بتحاول تجاوب على ايه؟ seeks تسعى to answer، نجاوب the following question، على السؤال التالي: how can the consumer، ازاي يقدر المستهلك maximize، يعظم his utility، منفعته، اشباعه given his income and the prices of the goods. كل واحد فينا، انت ان شاء الله ما تتخرج من الكليه انت بتحاول تسال نفسك سؤال: انا عايز اعظم منفعتي، اعظم اشباعي بالدخل اللي انا بكسبه من شغلي وباسعار السلع والخدمات اللي موجوده في الماركت، ازاي باستخدام دخلي وفي وجود اسعار السلع اللي موجوده في الماركت اوصل للماكسيمم ساتسفاكشن، اوصل للماكسيمم يوتيليتي، اوصل لاقصى اشباع ليك ككونسيومر. هو ده السؤال اللي بتحاول تجاوب عليه نظريه منحنيات السوال اندفرنس كيرف ثيوري. طبعا انا مش عايزك تحفظ ده، لكن عايزك تعرف ان النظريه دي يا جماعه موجود فيها نوعين من المنحنيات. منحنى هناخده النهارده اسمه منحنى اسمه البادجت لاين. منحنى اسمه ايه؟ بادجت لاين. منحنى اسمه ايه؟ بادجت لاين، اللي هو بنسميه خط الميزانيه. بادجت يعني ميزانيه، لاين يعني خط، خط الميزانيه. خط الميزانيه دوت ايه تعريفه؟ هنعرف كمان شويه. وفي منحنى تاني اسمه اندفرنس كيرف، اللي هو اندفرنس كيرف منحنيات السواء، ده اسمها منحنيات السواء. اندفرنس سواء، كيرفز منحنيات، منحنيات سواء، ده هناخده المره الجايه. منحنيات السواء دي بتوضح اليوتيليتي او الساتسفاكشن بتاع المستهلك. البادجت لاين بتوضح علاقه الانكم بالكوموديتي برايسز، بالبرايسز اوف ذا جودز، علاقه الانكم الدخل باسعار السلع اللي احنا بنشتريها من الماركت. فمن الاخر نظريه منحنيات السواء فيها نوعين من المنحنيات. فيها كم نوع من المنحنيات يا شباب؟ نوعين. منحنى اسمه ايه؟ بادجت لاين. بادجت لاين، خط الميزانيه. ومنحنى اسمه ايه؟ indifferent curves. indifferent curves، منحنيات السواء. احنا هناخد النهارده بس البادجت لاين. المحاضره اللي جايه، وطبعا هو البادجت لاين اللي يفرق معانا الاجزاء العمل اللي فيه. الاندفرنس كيرف هناخده المحاضره الجايه، عشان ده عليه كلام كتير شويه، ده هيبقى المحاضره الجايه ان شاء الله. ده هنختم النهارده البادجت لاين، مش هياخد مننا وقت باذن الله. تعالى نشوف مع بعض البادجت لاين شكله عامل ازاي بقى، ازاي نرسم البادجت لاين. اهو بص يا جماعه، انا عايزك تكتب عندك في الصف، في الصفحه، في الكراسه بتاعتك، في الورقه بتاعتك، في السبلايز بتاعك، اكتب معايا كده كده ايه عنوان، اكتب بادجت لاين. اهو بادجت لاين ده بدايه الجد في النظريه بتاعه الاندفرنس كيرف ثيوري. اللي فات ده كلام نظري ما يفرقش معايا كتير. اكتب كده عنوان، حطه في صفحه كده في بدايه الصفحه، وحطه كده في نص الصفحه، وحط عليه سان بوكسه، واعمل عليه كده ايه، بادجت لاين، خط الميزانيه. وفي ناس بيسموه بادجت كونسترينت. كونسترينت يعني قيد الميزانيه. في ناس بيسموه بادجت كونسترينت. اهو بادجت كونسترينت يعني قيد الميزانيه. يترسم ازاي خط الميزانيه او قيد الميزانيه؟ ازاي ممكن نرسمه بشكل جراف؟ كل اللي عليك انك هتعمل ايه، هترسم معايا محورين كالمعتاد، واحد راسي والتاني افقي. تحت على المحور الافقي تحت هنحط جود اسمها جود اكس، يعني تحت هنكتب جود اسمها جود اكس. تمام. اوكي، وخلي بالك اللي بنحط تحت الجود اكس بنحط مين؟ مش بنحط البرايس بتاع جود اكس، بنحط ايه؟ الكوانتيتي بتاعت جود اكس. يعني انت لو شاطر، طالب شاطر وذكي، اكتب تحت كده ايه؟ كوانتيتي اوف جود اكس. ده الكوانتيتي، عشان ده هنشوف عليه مسائل طلبه كتير بتفتكر ان تحت ده البرايس بتاع اكس، لا ده الكوانتيتي اوف جود اكس. وفوق هتحط ايه؟ كوانتيتي اوف جود واي. لا، فوق هتحط كوانتيتي اوف جود واي. تمام، جميل. يبقى فوق كوانتيتي وتحت كوانتيتي، بس تحت كوانتيتي بتاعت جود اسمها ايه؟ اكس. اكس، وفوق كوانتيتي بتاعت سلعه اسمها واي. بصوا يا جماعه، البادجت لاين بيبقى خط مستقيم، هو اسمه لاين، خط بشكله بالمنظر ده، بالمنظر ده، خط مستقيم اعمله بالمسطره. هو ده
هو ده اللي مدوخنا اللي اسمه budget line. ده يطلع عليه budget يعني ميزانية budget line خط الميزانية. واحنا بنرمز له بنختصر له بكلمة BL B budget اهو L line والاثنين كابيتال. ده اللي هو بنسميه budget line. كل اللي انا عايزك تعمل ايه في البادجت لاين؟ انا عايزك تحط نقطه تحت البادجت لاين ولتكن النقطه دي اسمها اي. يعني هنحط نقطه زي ما كنا بنعمل كده في البي بي اف في بدايه السنه وتسمي النقطه دي سميها النقطه اي. جميل؟ وتيجي على البادجت لاين نحط اربع نقط ورا بعض. هنحط النقطه الاولى نسميها اي اهو فوق خالص. وتيجي بعدها بشويه هتعمل نقطه تسميها النقطه بي. وتيجي نقطه بعدها بشويه هتسمي النقطه دي سميها النقطه سي. وتيجي تحت خالص اخر نقطه في على البادجت لاين سميها النقطه دي. عملنا اربع نقط. يبقى على البادجت لاين في عندنا A B C D. جميل. وعايزك فوق البادجت لاين خالص بره البادجت لاين اعمل نقطه كده وسمي النقطه دي سميها النقطه F. سميها النقطه F. تمام زي الفل. تمام. وايه بقى هو البادجت لاين ده يا جماعه؟ البادجت لاين ده عباره عن مجموعه من الكومباينيشنز. Show different combinations بيوريني التوليفات المختلفة of two goods. انت دي توليفات مختلفة A و B و C و D. دي توليفات مختلفة من سلعتين X و Y that can be purchased اللي ممكن اشتريها اللي اقدر اشتريها that can be purchased اللي ممكن اقدر اشتريها given حاجتين بافتراض حاجتين ال consumer income الدخل بتاعك and the prices of the goods واسعار السلع اللي انت بتشتريها من الماركت. يبقى يا جماعه البادجت لاين شو ديفرنت ايه؟ ديفرنت ايه؟ كومباينيشنز توليفات مختلفه of how many goods؟ two of two goods of two goods that can be purchased اللي ممكن اشتريها اللي ممكن اشتريها given كم حاجه بافتراض كم حاجه والبرايسز ذا جود بالظبط الانكم بتاعك انت ككونسيومر والبرايسز بتاعت السلعتين اكس ان واي. جميل. يبقى ده بادجت لاين شو ذا ديفرنت كومباينيشنز اهو شو ذا ديفرنت كومباينيشنز اوف تو جودز ذات كان بي بورشست جيفن ذا كونسيومر انكم اند ذا برايسز اوف جودز. اوكي. طبعا الاهم من ده انتوا رسمتوا معايا الرسمه؟ عملنا رسمه؟ السؤال الأهم شباب لو جيت عند الكومباينيشن بتاعت النقطة A يا جماعة هي النقطة A دي والنقطة B دي والنقطة C والنقطة D دول بنعتبرهم إيه؟ النقط الأربعة دول يا جماعة نعتبرهم attainable ولا unattainable؟ attainable ولا unattainable؟ attainable بالظبط. يعني إيه attainable؟ يعني we can purchase it. أنت ممكن تشتري على فكرة التوليفة A وممكن تشتري التوليفة B وممكن تشتري التوليفة C وممكن تشتري التوليفة دي من السلعتين X and Y في حدود دخلك وفي حدود أسعار السلعتين موجودين في الماركت. أنت ممكن تشتري التوليفة A and B and C and D. وتفتكر لما تكون عندك التوليفة A و B و C و D الإنكم بتاعك يعتبر أنفقته بالكامل ولا جزء منه ولا لسه فاضل جزء؟ بالكامل بالظبط. An income is fully spent. خلي بالك فانت اللي بيميز النقطة A and B and C and D فاحنا بنقول ايه A and B لو عايز تكتب and C and D هنكتب جنبهم سهم كده نقول ان هم ايه are attainable are attainable. يعني ايه يعني attainable؟ يعني انا ممكن اشتريهم attainable ممكن سهل جدا اشتريهم. And income is fully spent والدخل الانكم بتاعي is fully spent يعني تم انفاقه بالكامل fully spent تم انفاقه بالكامل عشان اشتري السلعتين X and Y. جميل. طبعا يا جماعه خلي بالك هو انت لو عند النقطه A فوق لو انت اخترت انك تختار التوليفه A فوق يبقى انت كده صرفت كل دخلك على اهل وسلعه على ايه ما هي دي مش على مين
على بالظبط على السلعه واي. لو انت اخترت انك تجيب الكومباينيشن دي من السلعتين اكس واي يبقى انت كده كده صرفت كل الانكم بتاعك على انه سلعه اكس السلعه اكس بالظبط. لكن لو انت عند بي ان سي انت كده بتصرف كل دخلك بس على انه سلعه نسبه من الاثنين بالظبط نسبه من جزء من واي وجزء من اكس جزء من على الاثنين بوزع دخلي على الاثنين جميل. يبقى انا على اي نقطه اي ام بي ان سي ان دي ده معنى ان انا صرفت كل الدخل بتاعي بس بتوليفات مختلفه. يبقى يا جماعه اي ام بي ان سي ان دي اتينابل ولا انا اتينابل؟ اتينابل. انكم از فول سبنت ولا از نوت فول سبنت؟ فول سبنت. فول سبنت جميل جدا. طب تعالى اعمل تحتها نقطه كمان. طب لو نقطه اي بص يا جماعه النقطه اي اللي تحت دي اتينابل ولا انا اتينابل؟ اتينابل طبعا اقدر اشتريها اقدر اشتريها من الصبح بس هل الانكم از فول سبنت ولا نوت فول سبنت؟ نوت فول سبنت. نوت فول سبنت بالظبط كده. انا ما صرفتش كل الدخل بتاعي انا لسه في جزء من البادجت بتاعي لسه ما استخدمتوش. يبقى يا جماعه يا ريت تحت الكلام ده تكتب معايا كده ايه بوينت اي بوينت اي النقطه اي النقطه اي بوينت اي تعتبر اتينابل. هنكتب انها اتينابل زي اخواتها اي ام بي ان سي بالظبط مفيش اختلاف بينهم اتينابل ممكنه انا ممكن اشتريها وحاطط رجل على رجل كمان اتينابل بس نقول ايه جنبها بس نقول بات انكم بات انكم از نوت فول سبنت بالظبط بات انكم نوت فول سبنت الدخل ما صرفتوش بالكامل نوت فول سبنت جميل. طب بالنسبه للنقطه اف اللي فوق اف انا اتينابل انا اتينابل ممتاز يا بنتي برافو عليك انا اتينابل دي انا اتينابل كومباينيشن ما اقدرش اشتريها يعني كان ولا كان نوت بي بورشست كان نوت باي اف ما نقدرش نشتريها كان نوت بي بورشست. يبقى انا عايزك تكتب كده ايه نقطه تحت الكلام ده اكتب كده بوينت اف ار انا اتينابل بوينت اف هتقول اف are unattainable unattainable unattainable. اعتقد كلام اللي يفتكر كلام ده شبه مين شويه يا شباب ها البي بي اف بالظبط كده. عشان كده بقول انت لو فاكر من البي بي اف الكلمتين بتوع البي بي اف هتعرف تقول الكلمتين دول اسهل بكتير كمان تمام. اهو مش انا الشويس والكلام ده صح ها الشويز هنا مش موجود يعني مثلا بين A و B و هنا تشوز انت عليك انك تختار خلي بالك A and B and C and D كلهم اتينابل بس مش تقدر تكون موجود عندهم كلهم يا ولد انت لازم تعمل ايه لازم تختار واحدة منهم يعني انت لو اخترت النقطة ايه معنى كده ايه معنى كده انك بتستهلك زيرو من X وكله بتصرف دخلك على مين على Y. لو قررت انك انت تشتري الكومباينيشن دي من السلعتين يبقى انا هستهلك زيرو من Y وكله اشتريه منين اكس بالظبط. لو قررت ان انا استهلك سي اشتري سي ودي ممكنه اتينابل يبقى انا هستهلك هشتري الجزء ده من اكس صح واشتري الجزء دوت من واي يبقى واي اقل من الاكس استخدام دخلي بكله بالكامل تمام تمام واي اقل بالظبط حسب بقى هي يعني السلعه تكون اكتر من الثانيه او سلعه اقل من الثانيه او ممكن تكون كله من سلعه ومفيش من السلعه الثانيه خالص بالظبط طبعا هو يا جماعه ادي اللي انت عملته موجود بس انا حبيت انك تعمل ده مش غلاسه والله لكن انا عندي يقين انك لما بتكتب الكلام بايدك بتفتكره اسرع اهو البادجت لاين او بادجت كونسترينت الديفينيشن شوز ا ديفرنت كومباينيشنز بيورينا التوليفات المختلفه اوف تو جودز جود اسمها واي وجود اسمها اكس. قلت لك يا جماعه اكس وواي دول ده برايسز ولا كميات كميات قلت لك كوانتيتي اوف جود اكس وكوانتيتي اوف جود واي خلي بالك زائد كام بي بورشز اللي ممكن نشتريها given the consumer income and prices of goods تمام. طبعا اللي يهمنا من دوت يا جماعه اهو ادي كاتب لك الكلمه اللي انت كتبته points on PL البوينتس اللي موجوده على البادجت لاين زي A and B and C and D are attainable combinations يعني كام بي بورشز ان انكم ماله از ايه فول سبنت البوينت بيلو ذا بي بي ال زي البوينت اي تعتبر attainable attainable بس income is it's not fully spent not fully spent the point above the BBL the BL اللي اعلى من BL اللي اعلى من budget line زي point F are unattainable combinations يعني cannot be purchased ما نقدرش نشتريها. بص يا جماعه دكتور هقول يا بنتي
هي البوينت اف دي ممكن بقى كده تبقى التينبل في الاربع حالات زي البي بي اف ولا بيختلف عنها؟ ممكن ممكن امتى بقى؟ ممكن امتى؟ حسب ده يتوقف على حاجتين، تتوقف يتوقف على ايه وايه؟ الانكم ايوه والبرايس بتاع الجود. الله عليكي، يعني تفتكري عشان نوصل للبوينت اللي فوق دو البنت دوره دي على فكره ليها مستقبل في المهنه بتاعتنا على فكره بجد، من افضل الناس اللي انا درست لهم السنه دي البنت دوره دي ممتازه، برافو عليك والله جدا برافو. بنتنا دوره قالت كلام كله حكم. يا دوره تفتكري لما الانكم يزيد ولا يقل نوصل لاف؟ لما يزيد بالظبط. وتفتكري لما يحصل ايه في البرايس؟ لما البرايس بتاع اللي كنت قل، لما البرايسز بتاع السلعتين مع بعض يقلوا بالظبط. برافو عليك يا بنتي ممتاز، برافو عليك جدعه جدعه، هي البنت دي شاطره جدا ما شاء الله عليها، اللهم لا حسد قل اعوذ برب الفلق. تمام. طبعا يا جماعه في عندنا قاعدتين مهمين جدا، دول يعتبروا هناخدهم ونحل عليهم وخلاص، يبقى انا كده خلصت محاضره النهارده، اللي هم القاعدتين دول. بصوا يا شباب اهو شايفين، انا عامل لك مربع عليهم تحتهم، شايفينهم؟ بص يا شباب، السلوب ان ايكويشن اوف بادجت لاين، وانا عايزك تكتبهم معايا في الكراسه بتاعتك، لان لما تكتبهم في الكراسه هيبانوا بشكل افضل كمان. بص يا جماعه، السلوب اوف بادجت لاين بيتكتب ازاي؟ بيتعمل ازاي؟ اهو السلوب، اوكي هو عشان خاطر ماشي مش مشكله، انا ما سبتش ورقه فاضيه. السلوب يا جماعه بتاع البادجت لاين اهو، هنكتب سلوب اوف بي ال، سلوب اوف بي ال بتاع البادجت لاين كيف يتم حسابه؟ نحسبه ازاي؟ حضرتك كل اللي عليك انك تجيب البرايس بتاع السلعه اكس، انا قلت لك مين؟ البرايس بتاع السلعه اكس، تحطه فوق يبقى برايس اوف جود اكس، وتحت تحط تقسمه على البرايس بتاع السلعه واي، البرايس بتاع السلعه واي. وطبعا العلاقه واضح ان العلاقه بين اكس وواي في الرسم اللي فات كان بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف. نيجاتيف بالظبط. انا لو هزود اكس يبقى لازم اقلل واي، هزود واي يبقى لازم اقلل اكس، عشان كده السلوب بتاع البادجت لاين لازم يكون نيجاتيف ساين. فانا هكتب كده ايه؟ السلوب اوف بادجت لاين ايكوال برايس اوف جود اكس على البرايس اوف جود واي، ونحط جنبه نيجاتيف ساين. يبقى السلوب بيتحسب ازاي؟ انك عباره عن تقسم سعر اكس على سعر واي وتحط الساين بتاعته تكون ساين نيجاتيف، يطلع لك السلوب بتاع البادجت لاين، الاسلوب بتاع خط الميزانيه، ميل خط الميزانيه. البادجت لاين ليه ايكويشن، خلي بالك في فرق ما بين الاسلوب والايكويشن بتاعته. الايكويشن بقى بتتحسب ازاي؟ بص يا جماعه اكتب بقى كده معايا ايكويشن اوف بادجت لاين، معادله خط الميزانيه، والمعادله دي في غايه الاهميه. بصوا لازم في امتحان المايكرو ايكونومكس في الفاينل لازم يجي عليها سؤال، ويبقى عليه سؤال كذا سؤال ورا بعض. بصوا يا جماعه الايكويشن بنكتبها بالتالي، الانكم اي، اي يعني انكم، يساوي البرايس بتاع الجود اكس، بنكتب له بي اكس، بي يعني برايس، اكس يعني جود اكس، تايمز، بس تايمز مش هنكتب علامه في عشان ما نلخبطش نفسنا، هنعمل علامه نقطه. نضربه في ايه؟ نضربه في الكوانتيتي بتاعت اكس، وهنكتب على طول الكوانتيتي بتاعت اكس هنكتبها اكس على طول. يبقى الانكم بيساوي برايس اكس يعني سعر اكس مضروب في نقطة مين؟ في اكس، اكس ده الكوانتيتي بتاعت اكس، بلس زائد البرايس بتاع السلعة واي بالظبط، بي واي تايمز نقطة الكوانتيتي بتاعت واي اللي هي واي، هنعملها واي على طول. يبقى انا عايزك تعمل ايه؟ وتعمل الرموز دي، هتكتب تحت اي دي، هتعمل سهم تحتها، هتكتب جنب تحتيه ده ايه؟ اي ده اللي هو مين؟ اي ده اللي هو انكم بالظبط. فانا عايزك تفسر الرموز ده، اكتب كده اي اللي هو انكم عشان ما تتلخبطش، بي اكس اللي هو برايس اوف اكس، تكتب تحتها ده برايس اوف جود اكس، اكس ده اللي هو مين لوحده؟ اكس بالظبط. فتكتب كده ده كوانتيتي اوف اكس، هتعمل تحت كده اكس ده كوانتيتي اوف جود اكس، بي واي ده اللي هو مين؟ البرايس اوف جود واي، برايس اوف واي، برايس اوف جود واي، برايس اوف جود واي، واي واي اللي هو مين؟ كوانتيتي اوف واي بالظبط، كوانتيتي اوف واي كميه واي، كوانتيتي اوف واي. يبقى اي ده اللي هو الانكم، انكم بي اكس اللي هو برايس اوف جود اكس، برايس اوف جود اكس، اكس اللي هي quantity of good things plus py اللي هو price of good y، price of y، y اللي هي
quantity of y. quantity of y. المعادلة دي يا جماعة اعرفها زي اسمك بالضبط. I income equal price of x times x plus price of y times y. جميل؟ وازاي نحسب السلوب؟ نقسم مين على مين؟ price بتاع مين فوق؟ price على price على price of y. والساين بتاعته بتكون؟ negative. تعال بقى نشوف مع بعض تمرين على الكلام ده. تعال نشوف مع بعض example على الكلام ده. والتمرين ده يعني احنا مجرد هنخلص التمارين دي وخلاص، يبقى انا كده خلصنا الموضوع بتاع النهارده. اكزامبل بقول لك if income i بيساوي 100، لو كان الدخل بتاعك بيساوي 100 جنيه والبرايس بتاع جود اكس بيساوي 2 والبرايس بتاع جود واي بيساوي 5، هعطيك البرايسز وهعطيك الانكم بس مش هعطيك الكوانتيتي بتاعت اكس كام والكوانتيتي بتاعت واي كام. طبعا احنا هنحسبهم ازاي؟ بيقول لك رقم واحد درو ذا بادجت لاين يوزنج نمبر ابوف، ارسم البادجت لاين، ارسم خط الميزانيه باستخدام الارقام اللي فوق. بص يا شباب هتعمل ايه حضرتك؟ كل اللي عليك انك لما تيجي ترسم البادجت لاين هترسمه عادي بالمنظر ده. بصوا يا جماعه ارسم عادي جدا، يعني رقم واحد اجابه الاكزامبل ده هنقوم حاطين تحت، هنحط تحت اسمه ايه؟ ده اسمه ايه اللي تحت ده؟ بي ده الاكس كوانتيتي اوف اكس. بالظبط ده الكوانتيتي بتاع اوف جود اكس، الكوانتيتي بتاعت الجود اكس، وفوق هنحط الكوانتيتي بتاعت مين؟ واي. جميل جدا، ممتاز، ربنا يبارك فيكوا شباب. وتعمل بادجت لاين زي ما هو، اي خط يعجبك اعمله خط مستقيم وخلاص، اعمله خط مستقيم على طول، ده البادجت لاين. بس عايزين نحط رقمين، عايزين نحط رقم هنا. بصوا يا جماعه شايفين النقطه دي؟ شايفين النقطه دي اهي، انا بظللها اهي شايفينها، وعايزين نحط رقم تحت في عند النقطه دي. يا ترى هنا الكوانتيتي بتاعت واي فوق بكام والكوانتيتي بتاعت اكس تحت بكام وليه؟ لا عايزين نجيب الكوانتيتي بتاعت اكس فوق بكام في عند النقطه دي، وعايزين نجيب الكوانتيتي بتاعت اكس تحت بكام. نعمل ايه؟ بصوا يا جماعه انتوا عارفين النقطه دي معناها ايه؟ النقطه دي اللي فوق دي معناها ايه؟ حد يترجم لي معناها ايه؟ انه استخدم الانكم كله. ايوه ثانيه واحده بس، حد قال ان انا بستخدم الانكم كله؟ مين بستخدم الانكم كله في جود واي؟ في واي. مين اللي قال الكلام ده؟ دوره يا دكتور. دوره، ممتاز دوره. بص يا جماعه دوره بنتنا دوره بتقول ايه؟ بتقول ان انا عند النقطه دي ان بستخدم الانكم بتاع كل اللي هو 100 في شراء السلعه اللي اسمها ايه؟ واي، وما بشتريش حاجه خالص من اكس، لان معنى كده ان اكس تحت بزيرو، صح كده؟ فانت تعمل ايه بقى حضرتك؟ انا هما قايل ايه؟ النقطه دي اجيب الكوانتيتي بتاعت اكس ازاي؟ هما قايل الكوانتيتي بتاعتها بتساوي الانكم كله اللي هو 100 اقسمه على البرايس بتاع السلعه واي. البرايس بتاع السلعه واي بكام يا جماعه؟ 5. يبقى ال 100 على الخمسه، ده 100 على 5 بيساوي كام؟ 20. يبقى يا جماعه يبقى انا اجي عند النقطه دي، النقطه دي هكتب على جنبها ايه؟ هكتب كده جنبها 20. ليه يا جماعه؟ هو انا لو دخلك كله اللي انت بتقبضه 100 جنيه بتصرف على السلعه واي الحته الواحده بخمسه، 5 في 20 بكام؟ بالمية. صح كده؟ يبقى انت لو البرايس بخمسه والكوانتيتي اللي بتشتريها 20 يبقى 5 في 20، يبقى صرفت الانكم بتاعك كله اللي هو كام؟ 100. لو انا عايز العكس واعطيك الانكم واعطيك البرايس بس مش هعطيك الكوانتيتي، يبقى كل اللي عليا نعمل ايه؟ اقسم الانكم، اقسمه على الايه؟ على البرايس. على البرايس بالظبط. لما اقسم الانكم ال 100 على البرايس اوف واي اللي هو 5 يبقى 100 على 5 يطلع لي 20. يبقى ده يا جماعه النقطه دي ب 20. طب انا عايزك حد يقول لي نجيب النقطه دي بكام؟ ها؟ هنا حد يقول لي، لا يقول لي ترجم لي ايه معنى النقطه دي؟ ايه معنى النقطه اللي تحت دي؟ ان الانكم كله راح في الاكس. في الاكس بالظبط، ممتاز ممتاز. مين الشاب اللي بيتكلم ده؟ مين اللي هو خالد؟ خالد، ممتاز خالد. ودوره بالظبط يا جماعه، لو انا عندي الانكم كله، ده معنى عند النقطه دي ان الانكم بتاعي كله بصرفه على السلعه اكس وما بصرفش حاجه على السلعه واي لانها بتساوي زيرو. معنى كده الانكم كله اللي هو كام؟ 100 اقسمه على البرايس بتاع اكس اللي هو كام؟ 100 على 2 يطلع لك كام؟ 50. يبقى يا جماعه ده بيساوي 50، واحط تحت ان الكوانتيتي بتاعت اكس في الحاله دي بتساوي 50. انا بشتري 50 والحته ب 2 والحسابه بتحسب 2 في 50 بكام؟ ب 100، ده الانكم بتاعي. عرفنا يا جماعه ازاي؟ عرفنا يا جماعه ازاي نجيب الارقام اللي في اول البادجت لاين وفي اخر البادجت لاين؟ كل اللي عليك انك هتجيب الانكم كله وتقسمه على البرايس بتاع السلعه اللي فوق. السلعه اللي فوق سعرها 5، يبقى 100 على 5 يبقى ب 20.
لما تجيب النقطه اللي تحت عايز تجيب الكوانتيتي بتاعه السلعه اللي تحت اكس تجيبها ازاي؟ هتجيب الانكم كله 100 تقسمه على البرايس بتاع السلعه اللي تحت اللي هي اكس اللي هي ب 2 يبقى 100 على 2 يطلع لك ب 50. اعتقد الدنيا سهله. ادي اول مطلوب رسمنا البادجت لاين باستخدام الارقام اللي فوق. رقم 2 كالكوليت ذا سلوب اوف بادجت لاين. حد يعرف يحسب لي السلوب بيساوي ايه؟ ها قلنا اللي هو نيجاتيف بي اكس على بي واي. بالظبط نيجاتيف بي اكس على بي واي. البرايس بتاع السلعه اكس على البرايس بتاع السلعه واي. يعني لما اجي اقول في رقم 2 السلوب بتاع البادجت لاين بيساوي ها البرايس بتاع اكس. اكس سعرها كام؟ 2. وواي سعرها كام؟ 5. يبقى 2 على 5 وتحط الساين بتاعتك كام؟ نيجاتيف. يطلع لك يا جماعه 0.4. يطلع لك 4 من 10 0.4 او وتحط الساين بتاعتها نيجاتيف لان هو لازم يكون نيجاتيف ساين. حتى لو انت بتحط النيجاتيف على طول من غير اي كلام. هل في مشكل في ده يا شباب؟ لا تمام يا دكتور. اعتقد الكلام لما بيترجم لمساله رسمه بيبقى اسهل كمان من الكلام النظري. رقم 3 وات از ذا ايكويشن اوف بادجت لاين. ها حد فاكر يغششني؟ الاي بتساوي ال بي اكس. ندي خالد عشان خالد اقليه. قول يا خالد. ها الاي بتساوي بي اكس زائد بلس بي واي فاي. ممتاز يا ولد برافو عليك. وطبعا مع الاعتذار للباقي ان احنا خلينا خالد هو اللي يقول. يبقى يا جماعه الايكويشن والبادجت لاين هتكتب معايا الايكويشن عشان هنحولها لارقام دلوقتي. هتكتب الايكويشن هتقوم قايل ايه؟ هتقوم قايل انكم اي بيساوي بي اكس اللي هو البرايس بتاع السلعه اكس تايمز هنحطه في صوره نقطه تايمز مين؟ اكس بالظبط بلس ها بلس ايه؟ واي بالظبط مضروب في مين؟ واي. واي هنا ده المفروض واي ده كوانتيتي ولا برايس؟ كوانتيتي. كوانتيتي ممتاز. تعال نترجم الايكويشن دي لارقام باللي عطهولي في الهيد في الاكزامبل فوق. الانكم عطهولي فوق بكام؟ 100. يبقى هما احط تحت الاي احط تحت 100 يبقى الاي 100 يساوي البرايس بتاع السلعه اكس بكام؟ 2. يبقى اقول له 2x يبقى اقول له 2x اهو بلس 5y. ممتاز برافو عليك يا بنتي بلس 5y. اعتقد ده رزان بلس 5y تمام كده اهو. ممتاز يا رزان ورزان من الناس الممتازه جدا معايا في السكشن ده حقيقي اهو. يبقى يا جماعه يبقى رقم 3 وات از ذا ايكويشن اون بادجت لاين. هو بيقول لك قول لي الايكويشن حول لي الايكويشن الاصليه لارقام مرتبطه بالارقام اللي في التمرين. يبقى اقول له الايكويشن بتاعتي 100 بتساوي 2x زائد 5y. ها يا شباب هل ده في صعوبه؟ لا تمام يا دكتور. هو انا هحسبها كده خلاص. نعم ايه هو انا هحسبها كده خلاص؟ ايوه خلاص هحسبها كده خلاص. واو النعمه ما تلاقيش يا بنتي مفيش حاجه تاني. تمام تعالى بقى نشوف رقم 4. تعالى نشوف الرقم 4 يعني هي هتبقى ايكويشن في الاخر كده يا دكتور. هتبقى ايكويشن يعني مش نعمه هي كده والله. والله والله العظيم مش بكتب يعني ما بنعوضش فيها. هنعوض اهو في رقم 4 اهو. تعالى بقى نشوف رقم 4. اتقل بس. اف ايه اوف كومباينيشن ايه؟ لو النقطه لو الكومباينيشن ايه هو مش قايل لي كومباينيشن ايه لان هو اصلا مش عاطيني رسمه. هو بيقول لي افرض ان في كومباينيشن اسمها ايه وخلاص. اون بادجت لاين على خط الميزانيه بادجت لاين shows that consumer buys 30 units of x. الكوانتيتي بتاعت x 30 فبقول لي كالكوليت الكوانتيتي بتاعت y. حضرتك عشان تجيب الكوانتيتي بتاعت y لازم تعمل ايه؟ الكوانتيتي بتاعت x في المساله ونعوض. نعوض بالظبط كده. يبقى انا رقم 4 هنعمل تعويض. يبقى رقم 4 هعوض ازاي؟ هعوض في المعادله اللي انت لسه كاتبها في رقم 3. يبقى تقول لي رقم 4 هنقوم قايلين 100 بيساوي 2 times 30 x. x هو عطالي بكام؟ ب 30. ممتاز يا بنتي. يبقى 2 في 30 يبقى اقول له 2 في 30 وعشان ما تتلخبطش حطهم في قوس يعني عشان ما يدخلوش مع اللي بعد كده. يبقى 2 في 30 وحطهم في قوس اهو زي ما انا عامل. ها زائد ولا ناقص ولا فيه ولا على؟ زائد. بالظبط زائد البرايس بتاع واي اللي هو 5 هو قال لي احسب لي الكوانتيتي بتاعت واي فانا اقول له 5 واي هنا مقصود بيها الكوانتيتي بتاعت واي.
كل اللي هنعمل ايه يا جماعه؟ طبعا 2 في 30 جوه القوس يعني بكام؟ 60. 60 ال 60 دي هتطلعها بره، يبقى كاني بقول 5y 5y بتساوي 100 ناقص 60، صح كده؟ 100 ناقص 60 اهو، 100 ناقص 60 يعني كاني بقول انه ال 5y بتساوي 40 زي بنتنا دوره ما بتقول، 40 زي بنتنا دوره ما بتقول. يبقى يا جماعه ها لما تيجي تحسبها يبقى الواي تجيبها بكام؟ 8 8 بالظبط، اللي هي 40 على 5. يبقى الواي كانك بتقول الواي كانك بتقول الواي بتساوي 40 على 5، الواي بتساوي اهو 40 فوق على 5 تحت، يطلع كام؟ يطلع الكلام ده بقيت. اعتقد تمرين سهل جدا جدا جدا، كل اللي انا طالبه منك ما تستعجلش ما تتهورش، انتوا ممتازين جدا. المشكله الاساسيه فيكم هو التهور، دي الملحوظه اللي انا ملاحظها فيكم، في بعضكم متهور جدا في اجابه الاسئله، ما تتهورش الله يكرمكم. طيب رقم 5، بصوا يا جماعه اهو تعالى نعمل تطبيق على الكلام اللي قالته دوره. شو جرافيكلي، وريني بالرسم، يعني انت رسمت الرسمه الاولى، فهو في رقم 5 هنرسم رسمه جديده. The effect of a rise in income to 200 on the budget line. يا جماعه الانكم فوق كان بكام؟ ب 100. لما الانكم يبقى 200 يا ترى البادجت لاين هيفضل زي ما هو ولا يتغير؟ لا away from the origin، هيزيد away from the origin. الله عليك يا بنتي، برافو برافو، انا بسقف لك والله، برافو عليك، ممتازه، برافو عليك، برافو عليها والله، ممتازه ممتازه جدا. away from the outward away from the origin هيبعد عن نقطه الاصل. ليه يا جماعه؟ تعالى تعالى الاول كده واحده واحده. بص يا جماعه لو عايز اجيب النقطه اللي فوق ها اجيبها ازاي؟ عايز اجيب الكوانتيتي بتاعت واي لو كنت عند النقطه دي 200 على 5 200 على 5 200 على 5 يعني كام؟ يعني 40 200 على 5 يعني 40 يعني 40 200 على تمام، يبقى انا فوق كاني بحط 40، جميل كده 40 200 على 200 الله عليك يا بنت، ممتاز، برافو عليك يا رزان. وتحت كاني النقطه اللي تحت دي كاني ب 200 على 2 يعني كام؟ يعني كاني بتكلم على 100. سؤال يا شباب، سؤال، يبقى كده هيتحرك رايت وورد صح؟ بص يا جماعه يعني انا كنت بدل ما ب 20 هطلع لفوق عشان تبقى 40 صح كده؟ وبدل ما دي تبقى 50 هتحرك كده للخارج عشان تبقى 100، طبعا يبقى فوق 40 وفوق 100، هل هيبقى نفس الخط ولا نحركه لفوق؟ لا نحركه لفوق away from the origin بالظبط، هيكون هنحركه لفوق بشكل موازي للايه للمحور اللي تحت. فانت لما تيجي تعمل ديت اهو هنعمله ازاي يا شباب؟ انا عايزك تعمل ده، اعمله معايا. ده رقم كام ده؟ كان رقم 5؟ كانت رقم 5 بالظبط. فانا هنعمل ايه اهو؟ تحت هنحط اكس كوانتيتي اوف اكس، وفوق هنحط كوانتيتي اوف واي. دي كانت النقطه، دي كانت الاول 20 ودي كانت تحت 50، كل اللي عليا هنقوم مقسمين بقى 140. تحت هنقوم عاملين ايه؟ 200 على سعر اكس كان 2 صح كده؟ اه هتبقى 100، هيبقى 100 بالظبط كده زي ما خالد ما بيقول وقبليه كانت رزيان ما بتقول. طبعا يا جماعه هل ال 50 ال 100 قبله ولا بعد ال 50؟ بعد، يبقى نحط هنا 100 اهو، انا حطيت نقطه ال 100 ولسه ما اعرفش هحرك ازاي. واجي فوق اقوم قايل ده هو الانكم بقى 200 صح؟ 200 نقسمه على البرايس اوف واي اللي هو كان 5 يطلع 40 تبقى بعد ال 20 ولا تحت ال 20؟ بعد ال 20. يبقى هنعمل هنا نحط ايه؟ نحط دي ان هي 40. ها القرار ليكو، نحركه انسايد ولا اوتسايد؟ outside away from the origin بالظبط كده. بص يا جماعه هنحرك البادجت لاين لفوق اهو away from the origin، هنحركه الى اعلى اهو، هنحركه لفوق. اعتقد كلام سهل جدا. طبعا يا جماعه لو حصل العكس الانكم بدل ما يبقى 100 يبقى 50، يبقى ليفت وورد بقى بالظبط، هنحركه انسايد ان وورد للداخل، هيتحرك للداخل مش للخارج. اعتقد كلام سهل جدا جدا ما فيهوش اي حاجه خالص. تعال نشوف المطلوب السادس واخر مطلوب في الاكزامبل ده. شو جرافيكلي، ورينا بالرسم. ذا افكت اوف ا فول ان برايس اوف اكس، يعني تخيل ان انت الانكم فوق زي ما هو كان وضعه الاصلي ب 100 والبرايس كان اكس 2 والبرايس اوف واي 5. قال لك رقم 5 رقم 6 قال لك لو حصل فول في البرايس بتاع اكس تو 1 دولار تو 1 باوند، يعني بدل ما البرايس بتاع اكس بيبقى 2 يبقى 1،
والبرايس بتاع واي ما اتغيرش، ما انا مش هغير البرايس بتاع واي. تعال بقى نعمل ايه يا جماعه، تعال نعمل ايه اهو انا هم ايه راسم الرسمه بتاعه العاديه الاصليه عادي جدا، يعني في رقم 6 ارسم معايا كانك بترسم من اول وجديد رقم 6، وتقوم عامل بادجت لاين تحت كان عندي دوت 50 مش كده، كانت النقطه دي 50 الاول، النقطه دي كانت كام فاكرين؟ كانت 20 بالظبط، وفوق كانت واي وتحت كانت اكس. بص انا الانكم بتاعك زي ما هو 100، بس قال لك البرايس بتاع الاكس بدل ما تبقى 2 بقت 1، هل تتوقعوا ان النقطه بتاعت واي اللي فوقهم 20 تتغير؟ لا زي ما هي ثابته، لا زي ما هي. ليه؟ لان يا جماعه البرايس بتاع واي زي ما هو 5، والانكم 100 على 5 ب 20، يبقى ده يبقى يا جماعه مش هيتغير، لكن اللي تحت كوانتس اكس بتتغير، تبقى كام بقى؟ نقسم كام؟ تبقى 100 على 100 على على واحد على واحد كمان يبقى 100 يطلع لك 100 يطلع لك 100 100 يطلع 100 صح كده؟ بصوا يا جماعه هل ال 50 دي نتحرك لفين؟ للداخل ولا للخارج؟ للخارج. خارج. بص يبقى عندي نقطه جديده اهي 100. جميل؟ معنى كده يا جماعه انا هحرك هل هنعمل شيفتنج زي المره اللي فاتت ولا نعمل روتيشن؟ لا هعمل روتيشن. روتيت. ايه هي؟ هنعمل روتيت عند الاكس. يعني بص يا جماعه انا مش هعمل لان دوت الواي هيفضل زي ما هو، بس هعمل ايه؟ هعمل روتيت للخارج اهو، هحرك بالمسطره بتاعتي روتيت لغايه ما اوصل لغايه ال 100، خط مستقيم لغايه ما اوصل ال 100. ده بنسميها يا جماعه، ده الحركه دي بنسميها ايه؟ بنسميها روتيت اب. ده بنسميها روتيت اب، ده بنسميها اهو. يبقى نقول بادجت لاين ان ذيس كيس روتيتس اب، روتيتس اب، بيتحرك للخارج. انا عملت له روتيشن للخارج، روتيتس اب. طبعا لو كان حصل انه دخل لجوه بدل ما دي تبقى 50 كان تبقى ده مثلا 30، يبقى كنا عملنا له روتيتس ايه؟ داون. داون بالظبط كده. يبقى لو يبقى عملنا له روتيشن للداخل ده بنسميه روتيت داون، لكن ده للخارج روتيت اب. طب سؤال، لما نتحرك من البادجت لاين الاولاني للبادجت لاين الثاني تفتكروا كده البادجت لاين بقى مور فلات ولا مور ستيب؟ وركز بالراحه والنبي ما تتسرعوش. تفتكروا مور فلات بالظبط بقى كده، مور فلات كده بقى اكثر مرونه. بصوا يا جماعه كده البليه كان الاول تنزل جري، كده البليه تنزل ايه؟ بالراحه شويه كده بقى اصبح كده بقى اصبح اكثر مور فلات، كده بقى اصبح مور فلات. جميل. طب لو اتحرك كده، لو كان البادجت لاين بالمنظر ده، كان البادجت لاين هنا وتحرك للداخل كده، يبقى كده ستيب مور ستيب، يبقى كده مور ستيب بالظبط كده، لانه هيصبح هيبقى كانه هيقف اكتر، هنوقفه اكتر كانه بقى ستيب بالظبط. تمام. ادي يا جماعه كل الحل بتاعنا. على فكره الحل موجود ما تقلقوش، انا جايب لك اهو، جبنا منين ال 20 اهو بالتفصيل، وجبنا منين ال 50 اهو بالتفصيل، وطبعا الفيديو ريكوردد فما تقلقش، كل التفاصيل بالفضائح اللي احنا عملناها في الفيديو هتلاقيها موجوده باصواتكم، فما تقلقوش خالص يعني. تمام اهو. طبعا رول 5، اف انكم انكريز بادجت لاين شيفت ابورد، هيتحرك لاعلى اهو. طبعا لو حصل العكس، if income decrease budget line shift، shift ايه؟ downward. downward هيتحرك لايه؟ للاسفل. طبعا انا عامل لك حته الروتيشن اهو، price of x decrease، انا عامل لك اهو decrease، هنعمل روتيشن، روتيشن لفين؟ روتيتس ايه؟ up. up اهو هيبقى becomes flat more flat flatter. اوكي. طبعا جايب لك نوتس على الكلام دوت، لو اتحرك البرايس بتاع اكس زاد هيبقى روتيت داون، يبقى ستيبر فلاتر، ستيبر فلاتر، كل واحد من دول. سؤال ليكم، ها لو البرايس بتاع السلعتين اكس واي زاد بنفس النسبه، لو البرايس بتاع السلعتين زاد بنفس النسبه هيشفت داون وورد، شيفت داون وورد بالظبط، هيتحرك داون وورد. لو البرايس بتاع السلعتين انخفض بنفس النسبه يبقى اب وورد، شيفت اب وورد. طب يا جماعه لو الانكم والبرايس بتاع، لو الانكم زاد جميل شيفت اب وورد جميل، طب لو الانكم زاد والبرايسز بتاع السلعتين زادوا بنفس النسبه ولا يعني افرض يبقى ثابت. بص لو الانكم، بص يا جماعه لو الانكم زاد، لو الانكم زاد بنسبة زي ما هو 20%، خلاص، والبرايس بتاع اكس والبرايس بتاع واي، البرايس بتاع السلعتين زاد ب 20%،
هيفضل زي ما هو، هيفضل زي ما هو بالظبط، هيفضل زي ما هو. بص يا جماعه طبعا الملاحظات دي انا عايزك تخلي بالك منها، عشان الملاحظات دي هوريك دلوقتي اسئله عليها، هنبص على اسئله عليها دلوقتي سريعا. جميل ايه ده يا جماعه، احنا كده نعتبر خلصنا الشرح بتاعنا. طبعا دي اسئله صح وغلط، تعال نبص عليها دكتور بعد اذن حضرتك. هو الكويز الساعه 2:30، الساعه 2:30 همديهولك، هسيبهولك مفتوح شويه. اوكي تمام شكرا خلاص ما تقلقش يعني، انا اهم حاجه عندي دوت. يلا عايز تطلع تحل الكويز حلو، مش هتفرق، مفيش مشكله خالص يعني. لا انا بتكلم مع بعض يعني، لو اسمه ده مع حضرتك دلوقتي بس الكويز هيتمد ولا هيبقى هو بوقت؟ هعمله لك بوقت، بس اقول لك وقت قد ايه، هخلو لك وقته ساعه. خلاص تمام طب تعالوا نشوف مع بعض كويتشن 1 ترو اور فولس ويز جيفنج ريزون يوزنج جرافس. لا طبعا ما فيش يوزنج جرافس ولا غيره. وين مارجنال يوتيليتي ريتش ماكسيمم، فاكرين يا جماعه الرسمه اللي انت رسمتها في بتاعه المارجنال يوتيليتي، وكان فوق الرسمه بتاعه التوتال يوتيليتي. هو مارجنال يوتيليتي ريتش ماكسيمم، توتال يوتيليتي ريتش زيرو. هو مين لا ثانيه واحده بس، مين اللي لما ريتش زيرو المفروض العكس بالظبط. انا ما ركزتش. في الرسمه اللي تحت لما المارجنال يوتيليتي كانت بزيرو كان التوتال يوتيليتي فوق هو اللي كان ريتش ايه، ماكسيمم بالظبط. يبقى المفروض الجمله دي جمله غلط، المفروض يا جماعه المفروض العكس. تمام. وين توتال ريتش ماكسيمم مارجنال ريتش تو زيرو، بيوصل للزيرو. وارجع على الرسمه تاني اللي احنا رسمناها مع بعض هتلاقي الكلام ده موجود عليها. رقم 2 ستوب اوف بادجت لاين، الستوب بتاع البي ال بادجت لاين از ديترمايند، بيتحدد اونلي باي برايسز اوف كوموديتيز بورشيزد، بيتحدد فقط باسعار السلع اللي انت بتشتريها. فعلا هو السلوب بتاع البادجت لاين بتحسبه مين على مين؟ بي اكس على بي واي. بي اكس على بي واي بالظبط. يبقى اذا الحاجه الوحيده اهو بيقول لك سلوب اوف بادجت لاين از ديترمايند اونلي، بيتحدد فقط بالبرايسز اوف كوموديتيز، باسعار الجودز السلع اللي انت بتشتريها. فعلا لان كل اللي علينا بقى اسم ايه، بي اكس على بي واي، يبقى هو فعلا بيتحدد فقط بالبرايس بتاع اكس والبرايس بتاع واي. يبقى جملة دي جملة صح. صح جملة صحيحة، جملة صحيحة. جملة رقم 3 The budget line represent consumer preferences. يا جماعة هل يا جماعة budget line ليه علاقة بالpreferences، بالتفضيلات بتاعة المستهلك؟ لا 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 ايه ده، قلنا ده show different combinations of two goods that can be purchased، اللي ممكن تشتريها given حاجتين، given مين ومين؟ الincome والprice of the good. income ممتاز يا دورا، الانكم والبرايسز اوف ذا جودز ممتاز. فالجمله دي جمله غلط، ملوش علاقه خالص بالبريفرنسز نهائي. رقم 4 تشينج ان برايس اوف وان جود، لو حصل تغير في سعر سلعه واحده والسلعه الثانيه سعرها ما اتغيرش، ريزلت از روتيشن اوف ذا بادجت لاين سو ات از ستيبر اور فلاتر. صح فعلا، احنا لسه شايفين من شويه لما السلعه اكس سعرها اتغير من 2 بقى 1 وسعر زي ما هو فضل 5، هل احنا عملنا شيفتنج ولا عملنا روتيشن؟ عملنا روتيشن بالظبط. يبقى يا جماعه لو حصل تغير في سعر ده والسلعه الثانيه ما اتغيرش، اللي هيحصل يبقى اسمه ايه؟ روتيشن. فالجمله دي جمله صحيحه مليون في الميه. تمام. جمله رقم 5 بوينتس الونج بادجت لاين، النقط اللي على طول البادجت لاين زي نقطه A وB وC وD represent the maximum combinations. يا جماعه بصوا يا جماعه، النقط A and B and C and D قلنا دي attainable ولا unattainable والانكم is fully ولا not fully spent؟ fully spent. بصوا يا جماعه، وعلى فكره A and B and C and D ده يعتبر الماكسيمم كومباينيشن، اقصى توليفات ممكن تشتريها لو انت استخدمت الدخل بتاعك كله زائد كونسيومر كان افورد. لو انا ده اقصى حاجه ممكن اشتريها هي النقط اللي موجوده. فالجمله دي جمله صحيحه. على فكره نفس الكلام في البي بي اف، فاكرين في البي بي اف النقط اللي صح كده؟ فالنقط اللي موجوده على البادجت لاين هو ده الماكسيمم كومباينيشنز، هي نفس الكلام. رقم 6 ان انكريز ان انكم بروديوسرز، ان انكريز ان انكم بروديوسز بينتج ابارل، يعني outward shift in the budget line. هو لما الانكم يزيد، لما الانكم يزيد يحصل ايه؟ ها البادجت لاين شيفت outward، وهيكون ايه كمان؟ parallel، يعني هينتقل بشكل ايه؟ موازي. فالجمله دي جمله
صح الجمله دي جمله صحيحه مليون في الميه. تمام. رقم 7 a decrease in price of one. a decrease لو انخفض سعر سلع of one good. of one good على فكره دي كلمه ناقصه. of one good. of one good زي سلع مثلا اكس. results in a parallel shift in the budget line. روتيشن بالظبط هيحصل روتيشن. لما يحصل التغير في سعر سلعه واحده مش هيحصل شيفتنج هيحصل ايه روتيشن. روتيشن تمام. طبعا في شويه اسئله اختيارات متعدده انا برضو عشان تبقى انت عارف تفتكروا الجمله هسيب لكم انتوا الاختيار ده. الجمله الاولى ايه تختاروا مين فيهم which one is the right answer؟ بي. بي ممتازه دوره رائع دوره كالعاده. Budget line is a straight line, خط مستقيم, designed to show all combinations of two goods that can be purchased with a given income. الجملة دي جملة هي دي الوحيدة اللي تعتبر هي دي أصح واحدة فيهم. B. طب رقم 2. دي. مين اللي قال دي؟ مين اللي قال دي؟ دي. أيوة دكتور أحمد. إحنا 2 والله. خلاص ماشي. مين ومين؟ عصام ومين كمان؟ ورحمة. ورزان ممتاز ورحمة. اوكي دي يا جماعه اهو انكريز ان انكم فاميلي ان فاميلي انكم لما يحصل انكريز في الانكم طبعا لما يحصل انكريز خليك عارف انه هيحصل شيفتنج على طول اوت وورد اهو موف اواي فروم ذا اوريجين هيتحرك بعيد عن نقطه الاصل فالاجابه الصحيحه هي دي ممتاز تمام. طبعا اللي بعد كده محلولين بس انا اتحداك انك تعرف تقول لي ليه الحل بتاعي صح يعني ليه انا مختار 14 وليه مختار 70 وليه مختار 49 دول اخر سلايد في المحاضره ربنا كده خلصت بس عشان ربنا خلص ذمتي تحبوا ان احنا ما نحلهمش وانت تكتشف ولا نحلهم مع بعض افضل لو الامتحان هيتمد نحلهم مع بعض طبعا هيتمد خلاص انا عن نفسي همدوا لكم تحبوا نمدوا ساعه ونص كمان تعالوا نحلهم لان يا جماعه احنا كده كده عندنا محاضره يا دكتور في عندنا محاضره الساعه 3 فاحنا مش هنلحق الامتحان كده لو حضرتك هتمدوا ساعه انا همدوا لكم تحبوا نخلي انتوا هتخلصوا محاضرتكم الساعه كام 5:30 تقريبا 5:30 من 3 دكتور عندكم محاضره ثانيه بالليل لا احنا خلينا من 3 ل 6 بس خلاص هخلي لكم الامتحان يبتدي من بعد الساعه 6 6 ل 8 كويس اوكي دكتور تمام دكتور تمام خلاص طيب تعالوا نشوف مع بعض يا جماعه رقم 3 رقم 3 ذا فيجر شوز الشكل ده a consumer budget line ده سؤال جه في امتحان قبل كده انا كل اللي عملته على فكره ان انا خدته كده ايه قطعته وحطيته زي ما هو بس مجرد ان انا حليته بيقول لك الشكل ده بيوريك الكونسيومر بادجت لاين خط الميزانيه بتاع المستهلك فور ريكوردز سلعه اسمها الريكوردز اللي هي الشرايط اهو ريكوردز صفوف على المحور ده وكومباكت ديسك اللي هو الديسكات اللي هو السيديهات اللي هو على الجزء اللي تحت جميل The price of record is 7 سعر البرايس بتاع الريكورد البرايس بتاع الريكورد بكام؟ ب7 حلو كده؟ بيقول لك ممكن يجيب الـ price of compact disk is البرايس بتاع الكومباكت ديسك is كام؟ بص يا جماعه انت استحال من السبعه دي نجيبه هنا الانكم ومن الانكم نطبقها تحت برافو عليك يا غلط ممتاز يا غلط ممتاز الواد ده النهارده متألق جدا خالد ممتاز يا خالد برافو عليك يا خالد رائع يا خالد رائع خالد ده راجل ممتاز بص يا جماعه انت الحل الوحيد عشان تعرف اقول لك حدد لو كان البرايس بتاع ريكورد 7 البرايس بتاع الكومباكت ديسك اللي تحت بكام البرايس بتاع ده بكام بص يا جماعه الحل الوحيد عشان تجيب البرايس بتاع الكومباكت ديسك هو حل واحد بس انك تجيب الاول تحسب مين الانكم استحاله تعرف تجيب البرايس بتاع الكومباكت ديسك الا لما تجيب الانكم الدخل تجيبه ازاي بقى بص يا جماعه اولا هو انت الريكوردز الكميه بتاعتها هنا بكام الكوانتيتي بتاعتها بكام 10 صح كده وهعطيك البرايس بتاعها بكام 7 لو عايز تجيب الانكم البرايس بالظبط عارفين يا جماعه معنى النقطه دي ايه معنى النقطه دي ان كل الانكم بتاعه مش بستخدمه الا على شراء سلعه واحده بس اللي هي مين الريكوردز انا الانكم بتاعي بيساوي كام في كام ولا كام على كام ها 10 في 7 على طول كل اللي عليا انا هضرب سعر الريكوردز في كميه الريكوردز سعر الريكوردز 7 دولار في كميه الريكورد اعطاها لي على رسمة 10 يبقى 7 على 10 بكام؟ ب 70 يبقى انا اول خطوه وده مش طالبه مني اول خطوه الانكم بتاعي بكام؟ ب 70 الخطوه الثانيه هقوم بقى اجيب اعوض هنا
ها يبقى لو عايز اجيب انا عارف هنا البرايس بتاع دوت البرايس بتاع الكومباكت ديسك بيساوي الانكم اللي انا جبته مقسوم على البرايس بتاع على الكوانتيتي سوري بتاعت الكوانتيتي بتاعت الكومباكت ديسك الانكم انا جبته بكام ب 70 70 على الخمسة على الخمسة يطلع 14 70 على الخمسة يطلع الكلام ده كمان يا شباب بكام ب 14 بصوا يعني هي لفه طويله شويه وده جه في امتحان السنه اللي قبل اللي فاتت اهو يبقى انا يا جماعه ذا برايس اوف كومباكت ديسك از 14 دولارز 14 دولار على فكره رقم 4 احنا حليناها السؤال اللي ورا احنا حليناها بالفعل ان ذا فيجر اف ذا برايس اوف ريكورد 7 زي اللي فاتت لو البرايس اوف ريكورد ب 7 هاو ماتش انكم از الوكييتد تو ديسك اند ريكورد عشان نحل الثانيه 70 70 انت حسبته اصلا في اول خطوه فوق زي ما خالد ما قال لنا بالظبط تمام هل في مشكل في ده طب رقم 5 دي جبت الانكم بتاعها وبعد كده عملته ماينس 70 صح ها بالظبط جبت الانكم اللي هي 73 وبعد كده عملته ماينس 70 صح بصوا بصراحه النهارده احنا عندنا جناحين نفتخر بيهم حقيقي جناحين طايرين دوره الجناح اليمين وخالد عصام الجناح الشمال وعندنا في النص في رحمه محسن وغزان يا دكتور والله ها قول يا محاضره بدات انا عماله اجاوب على فكره انا لسه بكمل الكلمه والله ورحمه محسن ورزان وليد هم اللي شايلين الجراحين ها انت استعجلتي ليه ها انا لسه بكمل الكلام اهو ورحمه ورزان هم اللي شايلين الجراحين وطايرين بيهم بص يا جماعه انفجر في الشكل اللي فات ده اف ذا هاوس هولد لو الفرد is spending enough of its budget to purchase three records. بص يا جماعة أنا كل اللي عليها فاكرين المعادلة بتاعت الانكم فاكرين المعادلة بتاعت البادجت لاين بادجت لاين بيساوي بيساوي البرايس بتاع السلعة X مضروب في الكوانتيتي بتاع السلعة X بلس البرايس بتاع السلعة Y مضروب في الكوانتيتي بتاعت السلعة Y جميل جدا هو هنا الانكم احنا حسبناه طلع بكام ب 70 فانا يبقى انا اقول له الانكم بتاعي ب 70 70 حلو كده يساوي يساوي ايه يساوي البرايس بتاع السلعه اللي هو عطالي قال لك البرايس بتاع ريكورد بكام ب 7 والكوانتيتي بتاع الريكورد على الرسمه كان عطالي بكام سوري الكوانتيتي عطالي في رقم 5 اهو ده الفعلي ب 3 بورشس ريكورد 3 يونتس يبقى انا اقول له ايه 7 مضروب في 3 صح كده تمام مضروب في 3 زائد اقفل المايك من عندك يا خالد عشان عندك اعتقد الاذان تمام يا دكتور البرايس بتاع الواي برايس بتاع واي جبناه بكام البرايس بتاع واي مش هتفرق هو يعني يقول لك قال لك the remainder of the budget available for CDs اللي المتبقي من الميزانيه عشان نصرفه على السي دي بيساوي كام المتبقي ده بكام طبعا 3 7 بكام يا جماعه 21 صح كده لما تحرك ال21 بره 70 ناقص 21 بكام 49 يبقى المتبقي من الميزانيه 70 ناقص 21 اللي فاضل في الميزانيه عشان تصرفه على السيديهات المتبقي هو 49 يبقى عليا ان اختار المتبقي اختار كام 49 طبعا هي لفه شويه بس اعتقد انت لما تقعد مع نفسك تكرر الموضوع دوت وتشوف وتتفرج على البي دي اف وتتفرج على الريكورد هتلاقي الموضوع ان شاء الله هيثبت نوعا ما اخر دي اخر سلايد خلاص انا خدعتكم ها رقم 6 نختار مين فيهم في ايه A ولا B ولا C ولا D which one is right A اوكي A A A فعلا هي الاجابه الصحيحه طب رقم 7 دي stay constant بالظبط دي دي stay constant لو no shift in the budget line بالظبط هتطلع الاجابه بتاعتك هو الاجابه دي ممتازين يا شباب احنا كده خلصنا المحاضره بعتذر على الاطاله واشوفكم على خير ان شاء الله الاسبوع الجاي باذن الله ها قول يا كده يا دكتور هنفتح الامتحان الساعه 8 الساعه 6 الساعه 6 هخلي لكم الامتحان يبتدي من الساعه 6 لغايه الساعه 8 كويس كده ما تفتحوش دلوقتي خلاص ماشي خلاص تمام شكرا دكتور هو عليه درجات يا دكتور ولا عليه درجات يا دكتور يا خلود عليه درجات اوكي هو على اخر خلود لو لقيتك يا خلود لو جبت درجه كامله يا خلود هديها لك لو جبت درجه ما جبتش درجه خالص زيرو هتاخدي زيرو برضو يا خلود تمام يلا دكتور
اسمه ايه ده يا دكتور؟ سوري صوتي بيقطع بس مش سامعه. حاضر.